الاهلي يبدع ويمتع ويكتسح وفاق سطيف برباعيه نظيفه تؤهله ان شاء الله بنسبه كبيره للدور النهائي للمره الثالثه على التوالي. كابتن علاء ميوب الف مبروك يا كابتن. الله يبارك فيك ايمن، ونتيجه لحد كبير يعني هنقول منطقيه، لانك ممكن كنت تكسب اكتر من كده، لكن اربعه اعتقد نتيجه كبيره جدا، والاهلي يستاهل المكسب لان هو الاحسن في المباراه زي ما قلت انا من بدايتها لحد نهايتها. هو الفريق احسن في كل حاجه، حتى وفاق الصيف كامل العدد، لكن الاهلي كان احسن النهارده، الرغبه موجوده وحته الدوافع موجوده، وكانت النيه واضحه من اول مباراه، ما نتكلم بس فنيا، لكن مباراه يعني مباراه ممتعه جدا، مكسب عن جدار واستحقاق، مكسب مطمئن جدا على مباراه وفاق الصيف ان شاء الله نأديها هناك كمان بشخصيه النادي الاهلي، وممكن نكسب هناك مفيش اي مشكله خالص. وفاق الصيف مش هو الفريق اللي ممكن حتى ممكن يضايق النادي الاهلي. الف مبروك لعيبه النادي الاهلي ومجلس ادارها وجماهيرهم، وان شاء الله كده احنا يعني ممكن تقول حطيت يعني رجلي واحده بس، يعني ما احنا قلنا قدم بس الكوره ما فيهاش كبير طبعا، ولكن على الاقل انت بنسبه كبيره ان شاء الله متاهل للدور يعني احنا قدم ونص عشان بس تسافر شويه. ايوه احنا قدم ونص الحمد لله. ايوه بالظبط الحمد لله. كابتن اسامه فوز مستحق، الف مبروك. طبعا الحمد لله، فوز كبير جدا عريض 4-0، نتيجه كبيره جدا وكانت ممكن نتيجة تزيد. أداء مشرف رغم أنه في فرص كتير ضاعت. صحيح. وأنا بقى مش معاك أنت وعلاء، أنت بتقولوا قدم ونص، أقول القدمين خلاص وإحنا وصلنا إن شاء الله. كرة ما فيهاش كبيرة كابتن أسامة، تعودنا. ماشي. طبعا صعب. ما هو بص يعني طالما حدث ما حصلش انت بس احنا بنتكلم منطقيا وفي كرة القدم. بأربعة صفر مع النادي الأهلي مع فرقة بهذا الشكل. ان شاء الله احنا وصلنا نهائي باذن الله، احنا والوداد خلاص باذن الله باذن الله رب العالمين ان شاء الله. لكن النتيجه طبعا ممتازه واداء رائع، و يعني الماتش وان سايد جيم يعني في اتجاه واحد يعني. هنتكلم في الفنيات ان شاء الله باذن الله. كابتن عادل الف مبروك، نتيجه منطقيه. يعني انا دائما بقول انه كره القدم فيها الكثير. انا معاك في دي، انا اتعلمنا كده وبنشتغل كده. ازاي؟ انك انت باقي ماتش عندك هناك، صح، لازم تدي لم تحسم الامور بعد، ما فيش حاجه اسمها كده. مظبوط، انا معاك في دي. هو انت وصلت؟ لا، انت لعبت وكسبت اربعه. مظبوط، وكسبت اربعه هنا، صح، تمام. تروح هناك لازم تلعب وتدي الفرقه احترامها وتموت نفسك وتقفل وتشتغل عشان توصل. بص يا ايمن، عشان برضو نقطه بس ما تتفهمش غلط، مش معنى ان انا بقول ان الاهلي ان شاء الله خلاص باذن الله وصل نهائي انه ما تديش فرقه احترامها وتلعبها باحترام. ده في فرق بين الكلام. ايوه ايوه ايوه، لازم تديها احترامها ولازم تلعب بجديه، ولكن انا بقول منطقية. انت بتتكلم عن الفوارق الفنيه بين الفرقتين والنتيجه 4-0 مع الفرقه دي خلاص. لا امل لكره القدم طبعا. انا عايز اقول لك حاجه على فرقه وفاق سطيف، بس طبعا مع الفارق، طبعا مع الفارق. فاق سطيف في المباراة الأولانية خسر على ملعبه 3-0 في البطولة، في أول ماتش في البطولة خسر بره ملعبه 3-0، ورجع كسب في ملعبه 3-0 وكسب في ركلات الترجيح 5-4. لكن ده طبعا انت بتتكلم، مش عايز اعمل فورتين. انا قلت ايه؟ فورتين جنوب مع الفارق. انا قلت مع الفارق يا ايمن، فورتين جامبيا، فورتين جامبيا، النادي الاهلي بطل افريقيا وبطل قاره مرتين. انا بقول لك مع الفارق، ولكن طب اكمل. الامور لم تحسم، لسه عندك وقت، اتفضل اكمل. لا كمل براحتك. انا ما بحبش حته النغمه ان احنا وصلنا، وانا كده، وانا معاك في دي. انا هلعب الماتش اللي هناك، صح، والنتيجه 0-0، واروح هناك ادافع عشان ما اخسرش. دي واحد. تمام. اتنين، عشان اوصل، لان انا لسه ما وصلتش. هكذا اتعلمت الكره، انت فاهمني. مبروك، عملنا اداء كويس، جبنا عدد تجوان كافي يقدر يخليك عندك ثقه كبيره قوي في اللقاء القادم. ولكن ما زلت بقول، احنا لسه مش هنتكلم عن الفنيات، ما زلت بقول لسه الملعب موجود في الشوط الثاني للمباراه. حتى انا لما بكسب دوري مثلا اقول ايه؟ لو عدد المباريات بتاعه الدوري اقل من المباريات الباقيه نبقى انا وعدد نقاطي اعلى، يبقى انا خدت الدوري. لكن لو انا في نقطه واحده بس ممكن في 20 ماتش عايز اجيبهم، ما خدتش الدوري لحد ما اجيب النقطه.
انت فاهمني؟ دي حاجه. مبروك النادي الاهلي اداء النهارده يعني كان احسن من الرجاء، لان حصل نفس ظروف الرجاء. مظبوط. ولكن احنا ما استغلناش الفرصه في الرجاء، خرجنا 2-1، قعدنا اسبوع قلقانين، كلنا قلقانين. مظبوط. وقلقان المدرب واللعيبه قلقانين، وبتبقى قلقان في مباريات الدوري. فانت دلوقتي في الوقت الحالي عندك عملت استفدت من خطأك في الرجاء وكسبت 4، ولكن تروح هناك تلعب باسم النادي الاهلي وان شاء الله ما تخسرش حتى وترجع باذن الله رب العالمين. ان شاء الله. كابتن بلال الف مبروك، حسمت او لم تحسم بعد؟ شوف يا كابتن، هقول لك يعني طبعا مع احترامنا لكره القدم واحترامنا للزملاء، لكن انت لو سالت اي حد في الشارع اي ماهر واحد ماشي يقول لك الاهلي فين، يقول لك الاهلي في النهائي ان شاء الله. تمام. عشان انا سالته قلت له ايه الاهلي هي. فين، هيقول لك الاهلي في النهائي. الاهلي بقدراته باسمه بامكانياته. تمام. لو اتغلبنا 4-0 هناك لا قدر الله، يبقى الفرقه دي ما تلعبش كره تاني. لا استحاله ان شاء الله، وما نرجعش من هناك، ما يحصلش. يعني بص، دي في حاجات في كره القدم مسلمات. ايوه مسلمات. لما البي اس جي يكسب برشلونه 5، تمام، فيرجع برشلونه يكسبه، ده وضع طبيعي لان ده برشلونه. مزبط. تمام. وهي دي كره القدم. السيتي لما يكسب، تمام، في ملعبه يرجع يتغلب من ريال، ده السيتي. يعني الفروقات قليله جدا والمستويات قريبه جدا. تمام. ممكن يبقى انا باد لاك عندك، تمام، المباراه اللي بعديها اقدر اعوض وابقى كويس وانا فت. تمام. انما النهارده احنا الحمد لله فرقه الاهلي افضل تكتيكيا، عناصر افضل بكتير جدا، دفاعيا احنا اميز بكتير جدا، فكل كل الحاجات او كل الطرق تؤدي الى اورشليم زي ما بيقولوا يعني النهائي. روما ان شاء الله. روما رب العالمين. فانت النهارده في النهائي. انا يعني باذن الله كره القدم فيها تفاصيل كتير. صح. لكن التفصيله الاولى هي الاسم، البراند. مظبوط. النادي الاهلي، النادي الاهلي 4-0 في ملعبه، يبقى خلاص احنا كده المفترض يعني قولا واحدا يعني 2.25 قدمين زي ما قال كابتن اسامه، 3 اقدام. الطبيعي انت الحمد لله دلوقتي احنا بنأهل نفسنا ولاعبتنا بعد كده فيما بعد. مش بقول ان المباراه هناك هتروح تتهزر او هتروح تضحك. لا طبعا. لا طبعا. لكن انا بتكلم كل الفرق، بتكلم على الفوارق الفرديه للفرقتين. الفوارق الفرديه بالنسبه لعيبه النادي الاهلي لوفاق سطيف كبيره جدا جدا جدا. دفاع وفاق سطيف دفاع يتسجل فيه اهداف هنا وهناك، مش هنا بس، هنا وهناك. تمام. ان شاء الله. عملت النهارده جيم حلو قوي. اي نعم. اتطرد منهم لعيب وده سهل بعض الشيء من المأمورية بتاعتك، ولكن قبل ما يطرد لعيب انت مسجل هدف وكورتين في العارضه ومسيطر وعامل كل حاجه في كره القدم. فانا بقول الاهلي ان شاء الله في النهائي. خلاص يعني نفكر بقى زي، هل انت النهارده يا كابتن تقدر تشك ان الوداد مش في النهائي؟ لا تقريبا بنسبه 99% في النهائي. 99.9%. تمام. الا لو ما راحش الماتش، ما لعبش الماتش الاهلي. بلال ومع ذلك ومع ذلك يا بلال، مفيش حاجه كده اسمها في يا بلال 99%. يا بلال مش مقتنع باللي بيتقال. ثانيه واحده يا كابتن، دي قناعات يا كابتن. يا بلال مش قناعات، تجارب. ثانيه واحده. لا يا كابتن مفيش تجارب، ما حصلش معانا في الاهلي التجارب دي على الاستوديو. الاهلي واحد في اول الجيم يا عادل، برضه عادي. عادل عادل. انا عندي ثقه في لعيبه الاهلي وامكانيات. اتفضل يا كابتن اسامه. يا بلال انا بقول لك، شوف انت بتقول ايه، الرجاء كسب بره ملعبه 3-1 النتيجه بالنسبه للفرقتين. الوداد النتيجه بالنسبه للفرقتين او بالنسبه 90% الوداد في النهائي، بس من الجايز ان اتلتيكو يروح يكسب هناك 2-0 لان النتيجه قريبه. لكن زي ما انا معاك تماما انه النتيجه. ايوه ما انا بقول لك انا معاك تماما ان النادي الاهلي كسبان 4 ومستوى الفرقتين كده وحاله النادي الاهلي وبنلعب بجديه هناك، ان شاء الله احنا في الجنه. انا بقول مفيش يعني، ما تنساش انا معاك. انا اقول كلمه واحده، اقول كلمه واحده. الانديه الكبيره ما عندهاش النغمه دي. مظبوط. بس عشان نتعلم الكوره صح. يعني صح. على بسرعه، مفيش لغه اسمها انت وصلت لم تحسم بعد، انت ما وصلتش لم تحسم بعد، في مباراه انت ما وصلتش. صح. افرض لو اتطرد منك 1 ولا 2. لا بس هم الكباتن بيقولوا ايه؟ ان فرصتك دلوقتي هي الافضل يا كابتن. صراع المباراتين بيتقال عليهم الشوط الاول والشوط الثاني. حلو. انت قلت حصل لهم ظروف النهارده، انا ماليش دعوه بمستواهم. النهارده اتطرد من عندهم لاعب. حلو. لو انت لا قدر الله يتطرد من عندك 1 او 2، ايه اللي يحصل؟ ممكن السيناريو هيتغير، ممكن تخسر. كره القدم فيها الكثير، دي مدوره يا جماعه، دي مدوره. انا بقى بخاف
الكلام اللي انا اقوله دي. لا انا الكلام اللي انا اقوله أيوه. ها يوصل للاعيبتي. انا لا عاوز اقول لك بص يا كابتن كره القدم يا كابتن عشان ما نروحش بس بالكلام البعيد. لا انا بقول احنا وصلنا الافضل كابتن بص خد ركز احنا في الاستوديو بنقول ان خلاص الامور حسمت، لكن هل اللعيبه هناك هتروح تهزر؟ لا طبعا. هل اللعيبه هناك مش هتاخد الامور بجديه؟ هل مش هتروح تكسب؟ لا هو في حاجه كمان، لكن بص يا كابتن عشان بس يعني يبقى في فرق ما بين احنا اللي بنقوله والجمهور بيقول والشارع بيقول وما بين اللعيبه هتنزل تعمل ايه هناك او تروح الماتش تعمل ايه هناك. تمام، فرق كبير جدا. احنا بنقول الاهلي في النهائي ان شاء الله. خلاص ان شاء الله رب تمام رب بنسبه 100%. نتمنى ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله باذن الله باذن الله. لكن ما هو خد بالك على اللعب ترى كابتن علي ايه اقدار اقدار وممكن أيوة. في حاجات محدش يعلم الغيبه الا الله. كابتن عادي انا ما بحبش الغيب. النادي الاهلي بنسبه 100% في النهائي. انا ما بحبش الكره، احنا متعودين فيها على الكره مدوره اصل انا مش في اللغه. ولكن البرازيل افضل فرقه في العالم، اتغلبت 7-0 ولكن النادي الاهلي واحنا احسن من البرازيل. اتغلبت من مين؟ من المانيا. لا لا المانيا يا لا يا انت 5-0 كده. لو هنفترض ان ماتش المانيا والبرازيل ذهاب وعوده والبرازيل اتغلبت 7-0 والمانيا رايحه تلعب في البرازيل، البرازيل هيكسبوهم 7-0؟ لا طبعا. طيب خلينا كابتن علاء، انا معاك ان شاء الله احنا يا كابتن نتكلم في الفنيات بقى باذن الله. رؤيتك الفنيه لاداء النادي الاهلي لا لا اصلا انا ضد الحاله بتاعت الكابتن عادل بصراحه. انا لازم يبقى في جرعه كبيره من التفاؤل يا كابتن. طبعا ما في جرعه. هو النهارده اللعيبه بتنزل الملعب تموت نفسها هناك برضه. صح. ما بنقولش ان يعني خد بالك ما تستسهلش الجيم. خد بالك انا عايز اقول لك على حاجه. اما الكلام ده ما فيهوش استهزاء وتحسب فرص. انت انا كابتن انا راجل مشجع انا ومحب. انا اقول كده لكن اللعيبه تعمل غير كده. اللعيبه تنزل يعني انت النهارده انا كسبان 2-0 انزل الملعب اتدلع؟ لا طبعا لا طبعا اعمل كل حاجه. لكن انا النهارده بالنسبه لي النتيجه حسمت كراجل مشجع ومحب للاهلي. كلمه واحده في الاخر اقولها. اتفضل يا كابتن. في فرق ما بين واحد بيدرب يعني زمان موسيماني دلوقتي هيقول لك النتيجه مش كفايه. وضع طبيعي كمدرب طبعا وضع طبيعي. وفرق غير الناس ما اشتغلتش. لا هيقول لك الامور لم تحسن. انا احساسي من عندي انا جوايا انا كعادل انا بقول لك انا لا امل لكره القدم. انا بلعب طول عمري ما امل لهاش خالص. وانا معاك. طيب كابتن علاء رؤيتك الفنيه بقى لاداء النادي الاهلي النهارده. هو انا اداء من بدايه المباراه الاهلي احسن في كل حاجه على المستوى الفردي على المستوى الجماعي على مستوى الخطوط. انت احسن في كل حاجه. انا بس هرجع لبلال بس بسرعه كده. بلال بيقول حسمت واسامه بيقول حسمت. الكلام ده مش هيوصل لك للعيبه خالص استحاله. ولا مدير فني هيقوله ولا حد في الجهاز الفني ولا حد ليه دخل بقطاع الكره حاليا في النادي الاهلي يقدر يقوله. احنا بنتكلم كمحللين وشايفين المباراه وشايفين مستوى الفرقتين والفروقات الكبيره قوي بين الاهلي وفاق الصيف دي حاجه ونوعيه لعيبه النادي الاهلي. ايوه دي حاجه ثانيه. عشان كده لما اسامه وبلال بيكلموا هم بيكلموا عن النقطتين دول. هم عارفين نوعيه لعيبه الاهلي. النبي لو غالبين 7 هيروح هناك حكم هيصفر جديه حماس هدور على هدف وشكلي صح. هو ده البطل. نسينا مكسب الاولاني بالظبط. هيرجعوا بقى للكلام مظبوط اللي بيقوله عادل مظبوط. انت فاهمني؟ فالكلام هنا صح والكلام هنا صح. كلام اسامه وبلال صح ومنطقي جدا. وفي الاخر هيتصب في ضربه البدايه هناك بكلام عادل اللي انا مش بامل الكوره غير لما الحكم يصفر. لكن فرقاتك لا 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 انت في حته ثانيه خالص الحمد لله. النهارده لو يعني لو الامور كلها مشيت طبيعي انت النهارده تخرج بالنتيجه اللي بيقول عليها عادل المانيا والبرازيل. ايوه 7 النهارده. أي. وعلى فكره انا مش ببالغ والله لا خالص. ده الشوط الاولاني 8 كوره. الشوط الاول محقق هدف وفي كورتين في القائم وفي فرص ضايعه وفي الشوط الثاني بص المنظر كويس. فالنهارده لا النادي الاهلي النهارده البدايه مطمئنه زي ما بقول لك ايمن في بدايه الاستوديو. احنا دايما كنا بنتمنى حتى لما كنا بنتكلم على ليه الاهلي بيبدا ماتشات الدوري بيضيع وقت. النهارده الاهلي ما ضيعش وقت. صح. الاهلي النهارده نازل مقدر فريق وفاق الصيف تماما تقدير صح لانه مخرج فريق بطل الترجي فلازم تقدره تقدير صح جدا حتى لو المستويات انت اعلى. لكن احترامك للمنافس وتقديرك ليه في الملعب هو هي دي سمه وصفات لعيبه النادي الاهلي. قدرت وفاق الصيف صح فبدات البدايه المظبوطه استحواذ صح كويس جدا منتشر في الملعب كويس قوي. الحاجه النهارده لازم نتكلم عليها انك لعبت وفاق الصيف صح مظبوط. انت النهارده لاغي الاطراف تماما. مفيش النهارده النهارده بقول لك برشوتين النهارده الرباعي بيلعبوا كلهم بالقلب. بيرسي تاو النهارده وده نجم مباراه النهارده بيرسي تاو راس حربه 9 زي ما بيتكلم دايما بلال بيحب يقولها وكله بيلعب زي رصاصه حربه
تاني مزبوط. كله اذا كان اقربهم كان طاهر حسين احمد عبد القادر، حتى شوف الفرص كلها ايما اللي جات لك هتلاقيها في محيط ال 18 بتاع وفاق الصيف. انت ما عملتش حاجه خالص من الاطراف، حتى غير الجول اللي عمله طاهر كان على الطرف وراس حربه واحد على واحد هدف. فالنهارده لا، النهارده انت احسن، مركز كويس قوي، اخطائك في الملعب قليله. الحاجه الحلوه انك دايما كنت بتجيب الكره بسرعه، استحواذك كان كويس، الكره الثانيه انت مستحوذ عليها كويس، اثنين في نص الملعب عاملين عمق دفاعي ممتاز كان حمدي وديانج. فما انت النهارده ما فيش مشاكل حصلت للشناوي، هي بس الكره الهفوه اللي حصلت في نهايه الشوط الاول، بعد كده ما حصلش حاجه ثاني. وكره ثابته على فكره، مش 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 لعب في المباراه، في المباراه نفسها. لكن لعيبه النادي الاهلي يعني اتعاملوا صح في المباراه، هدف دورنا على الثالث، جينا وقت هدينا شويه صح. كان لازم لا ما يحصلش الهدوء ده، لازم كان يحصل استنفار في الملعب، لا كمل على نفس ادائك. لكن بعد الهدوء حصل هدف ثاني وثالث ورابع وانت مستحوذ تماما على المباراه. كان في شويه مش عايز اقول انانيه، لكن الملعب مفتوح فالواحد بيطمع شويه مش انانيه، لكن شويه طمع، انا عايز اجيب جول، اذا كان من حسين، اذا كان من محمد مجدي، اذا كان من بيرسيتاو طاهر اوقات. لكن بس احيانا لما بتبقى شايف ان الفروقات كبيره بينك وبين الفريق الثاني ممكن، ما انا بقول لك بتطمع هي ظروف المباراه وسيرها ايمن برضو اللعيب، ما لعيب كوره برضو انت بني ادم برضو بالزبط. انا بفكر مش طمع ان انا مش 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 عايز اطلع بره، لا او مش عايز دي زميلي، لا انا شايف انها في مكان ممكن لو سددت هجيب جول، لكن هي حته ان هي حته الدقه مش موجوده ممكن بتحصل. لكن ظروف المباراه مساعداك وانت شايف ان انت الاحسن، ونقص عدد فارق مع فاق الصيف كويس جامد جدا، ان هم حتى هم كاملين، لا انت احسن بكتير قوي، وعلى مرور المباراه لا انا كنت هكسب واكسب مكسب كويس حتى لو فاق الصيف بيلعب كامل العدد، لانك انت احسن ومحترم كويس قوي المنافس. عشان كده انت بدات المباراه بتاعتك ونهيتها شكلك الحلو ده، بقالنا كتير قوي ما شفتوش الشكل ده، استحواذ تمرير صح، مستحوذ على جنبات الملعب كلها، انت النهارده محتل الملعب تماما زي ما بيقولوا بلغه الكوره من بدايه المباراه نهايتها. مفيش الكور الطويله العاليه العشوائيه، مفيش صحيح. حتى العشوائيات مفيش على قد ما اقدر، حتى لو في اخطاء في التمرير لكن تعدي مزبوط. المكسب ايمن بيخليك تعدي كده حاجات هفوات، مكسب حلو فمش مشكله، عادل غلط في كوره، علاء غلط في كوره، بلال اسامه عايز يعمل كوره كده ما جاتش، مقبول لانك انت شكلك احسن، انت على طول الكوره بتقطع منك بتجيبها، بتقطع منك بتجيبها، لا فانت النهارده مكسب الحمد لله مريح مطمئن الى ان خلص 90 دقيقه ان شاء الله في فاق الصيف بشخصيتك بتفكيرك بتركيزك باهتمامك الشديد جدا انك تطلع بشكل منظر البطل 90 دقيقه تاديها هناك تقول هو ده الفريق اللي كسب اربعه وكان يكسب اكتر، فعلا هو ده النادي الاهلي، هو ده اداؤه، من غير استهتار، من غير استهتال، من غير اي حاجه خالص، هو ده اللي في النهايه يحصل فيه. يعني زي ما بقول لك كلام اسامه وبلال تمام جدا، رؤيه عادل تمام في الاخر، كل الكلام ده افرح واتبسط، وكل واحد من حقه يفرح النهارده بجماهيرك بلعبتك بجهازك الفني، وانك كسبان مكسب حلو قوي هيتنسي بكره بعد تنزل التمرين، هتبقى بتفكر في حاجه واحده بس انا هقابل الفريق ده ان شاء الله كمان اسبوع ازاي وطريقتي ايه وبدايه ان شاء الله ونهايتي تبقى عامله ازاي، عشان في الاخر اقول لك مبروك النهائي وانا فعلا تستاهل. بس المكسب ده ما يخلينيش اريح خالص، استحاله نوعيه لعيبه النادي الاهلي ايمن، واحنا كنا الحمد لله لنا الشرف موجودين في النادي الاهلي، مش احنا خالص انت بتكسب وبتبقى مطمن، لكن انت في الاخر النادي الاهلي بلعبته، مفيش حاجه اسمها دلع، مفيش حاجه اسمها انا مطمن. المكسب حلو قوي ومريح جدا، بلال وسام عندهم حق في الاخر، اما ابدا واخلص المباراه يبقى كلام عادل في الاخر صح، على فكره الرايين ما فيهمش اختلاف، الرايين كلهم صح في الاخر. الشوط الاولاني احنا طالعين، ما انا بقول لك صح واحد صفر اخر كوره انا بقول لك بص يا عادل، هفوه كانت ممكن تطلع 1-1 بس انت شكلك حتى لو 1-1 لا انت شكلك هتكسب وكنت، لا ده انت لو حصل وجي فيك الهدف ده انت كنت هتلاقي بدايه الشوط الثاني بدايه ناريه، فلا مكسب انا بالنسبه لي مطمئن جدا، الا ان شاء الله نخلص الشوط الثاني زي ما عادل بيقول في فاق الصيف ونرجع بمكسب محترم ونستنى اي فريق في النهايه، لان اسامه برضو قال كلمه كويسه قوي على الوداد وعلى بترو. لا 3-1 2-0 النتيجه مش مطمئنه، ما تعرفش ممكن ضربه جزاء زي ما بيقول عادل، ما تعرفش
دايما يا ايمن سيناريوهات دايما انت ما تعرفش ده المباراه الجايه مظبوط كده مطلعه بالظبط انت ترجي انت فاهمني لكن انت في الاخر لما بتيجي بتبص كده بهدوء ترجي 0-0 استنى بس استنى ما انا هرد انا وراحت حصل ايه 0-0 يا كابتن ايوه حصل ايه بقى في مش 4 سيبونا اتكلم كل الكلام ده صح 0-0 وكان على فكره الترجي كان احسن في المباراه وكان ممكن يكسب لكن هدف 1-0 لكن هي 0-0 غير 4-0 صح غير الحاجه اللي انا مطمناني دايما لعيبه النادي الاهلي شخصيتها والدماغ وشخصيه النادي الاهلي صحيح. مبروك لعيبه النادي الاهلي وفوز وطمئن ومكسب هايل ومكسب محترم صح. واحترمت المنافس كويس قوي عشان كده اديت المباراه بالشكل ده صح كابتن اسامه شفنا اداء النهارده ولا اروع من النادي الاهلي يمكن بقى لنا فتره ما شفناش اداء ونتيجه هل الاسباب الفوارق الفنيه بين الفريقين وبعض ولا لعيبه النادي الاهلي من البدايه اظهروا شخصيه النادي الاهلي الاثنين جزئين يعني في فوارق واضحه جدا كمان يمكن احنا قلنا قبل المباراه انه عندهم مشاكل كتيره في خط الظهر وقلنا في ماتش الترجي في الماتشين الترجي اضاع فرص كتيره جدا وليه 3 4 كور في القائم والعارضه في المباراتين ففي فوارق واضحه لصالح النادي الاهلي لكن ممكن اثناء اللقاء النتيجه ما تمشيش تبع الفوارق دي صح. لكن هو الحلو النهارده ان النادي الاهلي نزل من الاول بقوه فالفوارق وضحت بالنتيجه يعني انت ممكن جدا يبقى في فرق بين فرقه وفرقه ولكن النتيجه في اخرها او الفرص اللي بتضيع او تصعب الامور ممكن جدا ان يحصل كده زي ما حصل في الترجي ووفاء الصيف في ماتش وفاء الصيف الاولاني في الجزائر اللي تعادلوا فيه 0-0 كان في فرص ضايعه من الترجي في فرص طبعا ضايعه من الصيف بس الترجي كان اكتر وطلعت 0-0 ممكن كان يحصل ده معاك النهارده ففي فروق واضحه بين لعيبه الاهلي ولاعيبه وفاء الصيف ولكن تركيز لعيبه النادي الاهلي وتوفيقهم في الشوط الثاني ان قدروا يجيبوا 3 جوان هو ده اللي وضح الفروق ديت وسهل الماتش مع كمان طرد لعيب في الدقيقه 33 من الشوط الاولاني يعني لعبوا حوالي 45 دقيقه الشوط الثاني وحوالي ربع ساعه الشوط الاولاني يعني ساعه تقريبا بيلعبوا 10 مع العجز اللي عندهم او الـ عدم التمركز الجيد في الخط الخلفي والفرقه كدفاع هم بيتكتلوا احيانا بعدد ولكن اي تمريره في العمق انت لما تشوف الاجوان لما نيجي نشوفها ونستعرضها اي تمريره في تحرك لعيب مننا تتحط بينيه بيروح للجون بيفكرني بماتش الرجاء الاولاني في القاهره بس ماتش الرجاء الاولاني في القاهره انت اضعت الفرص السهله كلها والنتيجه طلعت صعبه رغم ان في فروق بين لعيبه النادي الاهلي ولعيبه الرجاء لكن الفروق ما اترجمتش باهداف في الملعب في الماتش الاولاني النتيجه طلعت 2-1 لكن النهارده الفروق بين لعيبه النادي الاهلي ووفاء الصيف واداء لعيبه النادي الاهلي اترجمت وبالذات في الشوط الثاني ل 4-0 فهو ده اللي بين الفروق الكبيره احنا بنقول لما بلال وانا بنقول ان النادي الاهلي ان شاء الله وبنقدم المشيئه ان النادي الاهلي ان شاء الله في النهائي احنا بنقولها بعد النتيجه ما بقت 4-0 وبنقولها للفروق الواضحه بين الفرقتين لكن لو فرض ان النتيجه النهارده مثلا طلعت 2-1 ما احنا في ماتش الرجاء قلنا ماتش هناك صعب لو النتيجه طلعت 2-0 رغم ان انا وبلال قلنا وبلال قال في بدايه انه نتمنى لو نكسب 2-0 هنكسب هناك او 3-1 مثلا لا 2-0 احنا كنا بنقول من البدايه قبل الماتش احنا قال لك النتيجه اللي تريحني لكن احنا بنتكلم في ايه بعد ما المباراه انتهت بنتيجه 4-0 ملناش دعوه بقى ما بنتكلمش ان فرقه وفاء الصيف اضاعت فرصه في نهايه الشوط الاولاني وفرق الصيف ده اضاع ضيعنا 10 فرص يا كابتن ايوه لا هي لو بالفرص ما احنا ضيعنا 10 لا يعني انا اقصد يا بلال ان احنا ما حكمناش كده الا غير لما النتيجه خلاص استقرت 4-0 فاحنا عشان كده بنقول ان شاء الله وبنقدم المشيئه تاني النادي الاهلي باذن الله في النهائي باذن الله رب فالحكم اللي احنا بنينا عليه بالنتيجه الكبيره والفرق اللي حصل وواضح في اداء لعيبه النادي الاهلي في امكانيات لعيبه النادي الاهلي الفنيه والفرديه والجماعيه في الروح اللي بيلعبوا بيها في خبراتهم في بطوله افريقيا كل الامور دي
هي اللي بتخلينا نبني على كده يعني. صحيح. هي دي اللي بتخلينا نبني ان شاء الله ان احنا في النهائي ده. لكن ده تاني مش معناه ان احنا بنقول ان اللعيبه هتروح هناك تلعب باستهتار او براحه او بكذا. لا احنا بنقول مش لعيبه النادي الاهلي. انت مفروض فرقه كبيره, فرقه كبيره وعندها ثقه في نفسها تعرف قيمتها. صح. يعني تعرف قيمتها بمعنى ايه؟ فرقه مقدره نفسها كويس, عارفه الفروق اللي بينها وبين الفرقه الثانيه وكسبها 4-0, يبقى عندها ثقه واطمئنان ان هي ان شاء الله في النهائي باذن الله. هو ده اللي احنا بنبني عليه. لكن الاداء النهارده رجز وفرص كتيره وكانت ممكن النتيجه تبقى اكتر من 4-0. صحيح. طيب نقول احصائيات المباراه. طبعا الاهلي والسطيف 4-0 النتيجه. الاستحواذ 66% للنادي الاهلي, سطيف 34. تمريرات صحيحه 524 من 588 للنادي الاهلي مقابل 228 من 294 لوفاق سطيف. نسبه التمريرات الصحيحه في النادي الاهلي 89% بالنسبه لوفاق سطيف 78%. تصويب على المرمى النادي الاهلي 6 من 25 تصويبه, ووفاق سطيف 1 من 8. مش عارف شاكك في حته 8 دي. المهم 1 من 8 دي الارقام بتقول كده. الركنيات النادي الاهلي ركنيتين وفاق سطيف 3, تسلل 4 على الاهلي وسطيف 1. كل الارقام طبعا بنسبه كبيره في صالح النادي الاهلي, وده اللي ادى التفوق من بدايه المباراه كابتن عادل للنادي الاهلي. نقدر نقول ان مستر موسيماني ادار المباراه بكفاءه عاليه وتفوق على نظيره الصربي داركونوفيتش. في البدايه طبعا النادي الاهلي عنده كورتين في العارضه, طاهر محمد طاهر وحسين الشحات, وكنا ماسكين كرة كويس واستحوذنا على الكرة كويس قوي. ولكن اللي ساعدك كده كمان الطرد اللي حصل لفرقة سطيف, عملت فرق كبير قوي معاك مع اللاعبين. أداء اللعيبة بتاعت سطيف في نص الملعب حصل له خلل كبير جدا, بقيت انت تاخد الكرة لدرجة ان هم يعني ما كانش عارفين يدافعوا ولا يهاجموا. الشوط الاولاني اضعت فرص كتير انت, والشوط التاني اضعت فرص كتير. حتى الاحصائيات اللي انت بتتكلم فيها كابتن, ممكن فرق كتير قوي الاحصائيه بتاعتها بتبقى يعني اقل كتير. يعني ادينا شفنا اكبر مثال كان ريال مدريد ومان سيتي. ريال مدريد ما لعبش الا 5 دقائق ووصل نهائي اوروبا. انت فاهمني؟ ايوه. الكره كذا, كره القدم علمتنا. احنا بنقول انه النادي الاهلي الشوط الاولاني ادى كويس, ناقص له شوط هناك يخلصه صح علشان يوصل النهائي. اما النتيجه انا بقول نتيجه كويسه وكل حاجه, ولكن في الشوط الاول الأمور. في الشوط الاول انت جبت فيا جوان, انا ممكن اجيب فيك جوان. لا ده انا معروف في الكوره, احنا عارفين كده. احنا في الكوره عارفين كده. انا بحاول بس انت تعصبت شويه يعني. احنا عارفين كده, احنا عارفين كده. انا ما بحبش. بص اصل ايه, انا دايما اقول ايه, كره القدم اسباب وانت لازم تشتغل. عاوز اقول لك حاجه, انت ممكن النتيجه الكبيره تضرك, نتيجه كبيره تضرك يعني بتحصل عكس. بس مش لعيبه النادي الاهلي. شوف يا كابتن, ماشي مش لعيبه النادي الاهلي. من وجهه نظر مين مش لعيبه النادي الاهلي يا كابتن ايمن؟ من وجهه نظر مين انت بتتكلم فيه؟ انت بتتكلم في لاعبين احيانا في اخر ماتشين في الدوري احنا ما كناش كويسين. احنا تعادلنا 3 ماتشات. النتيجه الكبيره تضرنا ازاي يا كابتن ايمن؟ لا قصده ان اللعيبه تريح يعني, تريح فهم؟ أوكي. يعني اللعيبه تروح خلاص احنا وصلنا واحنا الحته دي. انا بقلل شويه عشان ما تديني ثقه بزياده يعني. لا انا هرد على بلال. عارف ازاي يا بلال؟ اقول لك, لانك اللاعب العربي مش واخد على انه احنا لما بنكسب 1 أو 2 بننام تاني شوط. طول عمرنا كده. اللاعب العربي دي من اكبر الافات في اللاعب العربي طول عمره, انك انت لما تجيب حاجه تكسب مكسب, ممكن تكسب 5 لا هتحب تكسب 1. ايوه قدامك فرقه يعني. انا النهارده من وجهه نظري انا كنت عايز اكسب 8 9, وما جبتش 9 اجيب 10. لاني يوم لما يبقى الحظ معاك والكره معاك وفرقه اقل استغلها قوي, ويوم لما تبقاش معاك قلل قوي. صح يعني. بس لو احنا كنا كسبنا 8 9 كنت هتقول حسمت ولا لسه؟ طب نروح لزميلنا محمد توفيق. 8 9. طب ماشي. طيب نروح لزميلنا كابتن في اقدار. كابتن طرد من 4 لعيبه. طب ما تحصل
تحصل. طب عايز اقول لك حاجه، طب لحظه انا عايز اقول لكم حاجه، يعني احنا مثلا رحنا نلعب ماتش قبل كده، حد كان متخيل ان النادي الاهلي يخسر 5؟ لا لا، بس مش عايزين نيجي سيرة الماتش ده خلاص دلوقتي، احنا ايه متفائلين للي جاي ان شاء الله. ماتش اول. انا ماليش دعوه ولا اول ولا تاني. كابتن اسامه هنروح لزميلنا محمد توفيق في ملعب المباراه ولقاء مع كابتن محمد عبد المنعم لاعب النادي الاهلي. مساء الخير كابتن ايمن، تحياتي ليك وضيوفك الكرام وكل جماهير النادي الاهلي بتابعنا في كل مكان. الف مبروك لحضرتك وضيوفك وكل جماهير النادي الاهلي، اداء ولا اروع وفوز كبير في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا. معانا واحد من نجوم النادي الاهلي اللي كانوا النهارده يعني الاصابه غيابتهم عن المباراه، كان ما كنتوا موجودين عم منعم انت وعمرو السوليه وكل لعيبه بره القائمه، وكمان كابتن مؤمن زكريا. يعني النهارده كنتوا حريصين انكم تؤدوا رساله وتوجهوا رساله وتقفوا جنب زمايلكم برغم الغياب عن المباراه. الحمد لله، طبعا الحمد لله على المكسب، مكسب على ارضنا بنتيجه كويسه تريحنا هناك الحمد لله، لعيبه رجاله. وطبعا بنشكر الجمهور اللي جه وعذرنا، كل الجمهور ده على دماغنا. شفت لما بنركز وربنا بيكرمنا بنتعب، ربنا كرمنا باربع اهداف وهيريحونا كتير قوي هناك. وطبعا الاصابه منعتني، كان نفسي اشارك النهارده في وسط الجمهور بتاعنا في وسط ارضنا، بس الحمد لله ان شاء الله ماتش العوده هناك باذن الله ابقى موجود باذن الله. عمالم يعني بعد ماتش الرجاء قلت لي البطوله دي انا مركز فيها جدا عشان تعوضنا عن خساره كاس افريقيا في النهائي، البطوله وخلاص بتقرب، شايف اللي فاضل ازاي؟ ان شاء الله باذن الله، باذن الله ربنا يكرمنا باذن الله وتبقى من نصيبنا ان شاء الله. هنركز وهنشتغل وهنعمل اللي علينا ان شاء الله عشان تبقى من نصيبنا ونفرح بقى الجمهور بجمهور النادي الاهلي وكل محبي النادي الاهلي. اخيرا طمنا على الاصابه، وصلت لحد فين؟ وانت قلت لي ان شاء الله تكون موجود في المباراه الجايه. الحمد لله الدنيا ماشيه كويس الحمد لله، وان شاء الله باذن الله ابقى معاهم في واخدين يومين اجازه، وان شاء الله بعد الاجازه باذن الله انزل اشارك في التمرين باذن الله. شكرا يا عمنا بالتوفيق، وان شاء الله مستنيين منكم. مبروك مبروك علينا كلنا حبيبي. كابتن ايمن انتقل لقاءنا مع محمد عبد المنعم لاعب فريق النادي الاهلي، مكملين فرحتنا ومكملين لقاءاتنا. كلمه كابتن ايمن. شكرا جزيلا الزميل العزيز محمد توفيق. كابتن بلال، مستر موسيماني ادار المباراه بكفاءه عاليه النهارده. ارى الفريق التاني. كل حاجه النهارده كانت جيده في الماتش. ادي الراجل حقه. ما انا بقول كل حاجه. تشكيل جيد. اللعيبه اللي قدام متحركه ومتحرره. تمام. شايف طاهر بيلعب ناحيه الشمال، بيلعب لبيرسي تاو، حسين الشحات بيتحرر بيروح يمين تحت الشمال، طاهر بيتحرك الناحيه، بيرسي تاو بينزل لتحت اوقات كتير جدا، عبد القادر بيتقدم لقدام. يعني اللي كنا بنطالب بيه قبل بدايه المباراه في الشق الهجومي هو ده اللي حصل. ماشي. قلنا اللامركزيه، بس ايه يعني يبقى في يعني لينك، يبقى انت رابط مع زميلك، في رابط مع زميلك في الملعب. ده اللي حصل الشوط الاول، نتج عنه فرص كتيره جدا، اهداف كانت محققه، يعني كورتين في العارضه، واحده عبد القادر بيحطها في العارضه، واعتقد الثانيه كان حسين الشحات، حسين الشحات برضو واحده ثانيه في العارضه. اجاد مستر موسيماني في الضغط، اجاد في ان هو في الانتشار في انتشار اللعيبه داخل الملعب. واضح ان الاسبوع ده يمكن فرق مع النادي الاهلي بشكل كويس، فرق معاه في التدريبات. النهارده اللعيبه واقفه على رجلها النهارده في الملعب بشكل جيد. اللي عجبني اكتر التغيير اللي حصلت ما بين الشوطين. الاهلي بعد الدقيقه 30 بعد ما سجلنا الهدف، يمكن الحقيقه الريتم كان واقع شويه. نزلنا الشوط الثاني، الرغبه كانت موجوده بشكل كبير، اللعيبه عايزه تجيب هدف ثاني، بعد الهدف الثاني عايزين نجيب هدف ثالث، بعد الثالث عايزين نجيب هدف رابع. يمكن كان في كره لبيرسي تاو بعد الهدف الرابع كان ممكن يسجل منها هدف. يعني خلاص انت جبت الاربع اهداف وكان عندك فرصه انك تجيب اهداف ثانيه. جديه في الاداء، يعني جديه في الاداء بعد الاربع اهداف، ودي كانت بتنقص الاهلي في اوقات كتيره جدا. كنت بتكسب 1-0 2-0 صح، وبعدين تحس ان الفرقه حصل حاله من التشبع او الاكتفاء. يعني الرجاء هنا 2-1 وتحس ان الفرقه يعني الرغبه مش موجوده. أيوه. انك تسجل هدف الثالث. أيوه. واحنا في الاستوديو بالنادي يا جماعه عايزين هدف الثالث. المباراه هناك صعبه، المباراه مش سهله صح. ومع ذلك لكن النهارده الامور كانت مختلفه بشكل كبير جدا. شفنا الحافز عند اللعيبه النهارده في الملعب، ودي الحاجات البعيده عن الامور الفنيه. انت برضو كمدير فني بغض النظر عن الدور الفني، انت ليك دور نفسي طبعاً. مهم جدا جدا طبعاً. انك تحفز اللعيبه داخل الملعب، انك توقف اللعيبه على رجلها مره ثانيه، انك انت تدي دوافع للعيبه، انك تخلي اللعيبه تستمر في احراز الاهداف، دي حاجه مهمه جدا، اهم بكتير جدا من الفنيات. انت ممكن فنيا تبقى قليل شويه في ماتش من الماتشات، لكن لما الحوافز عندك تبقى عاليه، لما الروح تبقى عاليه عندك، هو ده بيبقى مطلوب في اوقات كتيره جدا جدا. النهارده الاهلي الشوط الثاني الحقيقه
نموذج في كل شيء. صح. بتلعب كره جيده، بتسجل اهداف، بتسجل ثلاث اهداف، ما بيدخلش مرماك هدف، الفرص المحققه عليك يمكن فرصه، يعني فرصه اللي جت لفرقه وفاق سطيف. خد بالك يا كابتن، انت بتلعب سيمي فاينل، ما تنساش. مظبوط. 4-0 في سيمي فاينل نتيجه كبيره جدا جدا جدا، تقيله، مش نتيجه قليله. يعني عشان برضو ما حدش يستهين او ان النتيجه طبيعيه للاداء والظروف اللي داخل الملعب الفوارق. لكن سيمي فاينل لا، نتيجه كبيره طبعا. يعني لما تكسب 4-0 وفاق سطيف في سيمي فاينل، يعني انت النهارده زي يعني كلامي مع انا وكابتن وسام، بس عشان الناس برضو تفهم الكلام، بعد ما الحكم صفر احنا 4-0 في سيمي فاينل، النادي الاهلي جوه ملعبه وراح يلعب فوق سطيف هناك. يعني ممكن لا قدر الله في اسوء الظروف تتغلب 2-0 اسوء. أي. الظروف. أي. لا قدر الله يطرد لعيبه ومش عارف ايه وجول في اول المد. طب ما كابتن، ما هناك في قدام الرجاء 1-0 في الدقيقه 3. مظبوط يا كابتن، وكان ممكن تكسب. مظبوط. سجلت هدف وضاع منك ركله جزاء، وانت كنت يعني ماسك الشوط الاولاني كمان، سجلت هدف وضاع منك ركله جزاء هناك. صح. الفكره مش ان احنا بنقول للعيبه تساهلوا، لا. الفكره ان احنا بنقول المنطقيه في كره القدم. مزبوط. في حاجه اسمها منطقيه برضه. يعني انا النهارده هجيب راس حربه هدف دوري زي راس حربه ما جابش جول طول السنه، لا. واقول ده يلعب منتخب مصر ده ما بيلعبش، اصل ده لو جات له الفرصه. ما فيش حاجه اسمها لو جات له الفرصه، انت عندك امكانيات وعندك قدرات زي ما الكابتن علاء اتكلم، قال القدرات والفروقات ما بين الفرقتين واضحه جدا لصالح حته النادي الاهلي كبيره. تمام. احنا كمشجعين او متفرجين او كمحللين بنقول الامر اكلينيكيا انتهى. أيوه. لكن ده مش معناه ان اللعيبه هناك هتروح تهزر بقى ومش لا. انت احنا نتكلم الكلام العام في الاستوديو، التوقعات بتاعتنا، لكن اللعيبه في الملعب لا، الكره مختلفه في الملعب طبعا، التعليمات مختلفه في الملعب. انت شكلك كنادي اهلي تمام لازم تحافظ عليه في الملعب، حتى لو انت كسبان 4 ما ينفعش تروح تخسرك 3 وتقول انا ما كسبان 4. لا ما ينفعش. معاك في دي، بس اللي عايز اقوله ان انت كسيمي فاينل تكسب ولا نتيجه كبيره، وتحسب للاعيبه النادي الاهلي وتحسب للمدير الفني للنادي الاهلي، واضح ان في استعداد جيد. تمام. استعداد جيد عند لمستر موسيماني، واستعداد جيد ايضا للعيبه. التغييرات حتى نفسها النهارده تغييرات جيده، التوقيتات بتاعتها جيده. كان ممكن تغييره يبقى بدري شويه مثلا زي بتاع مجدي قفشه. ممكن كان ممكن يبقى بدري سنه، لكن ظروف الماتش صحيح، وانك راكب الجيم بالشكل ده ماشي. خلاص مخليك انك تمشي، يعني عارف التغيير مش للتغيير. يعني ممكن اغير لهدف ما، عايز استحوذ اكتر، عايز يعني اهدي اللعب، عايز يعني انقل الكره اكبر عدد من النقاط، ممكن اعمل الكلام ده. لكن انا كراجل النهارده كسبان 3-0 والناس بتطالب بان قفشه ينزل عشان يبقى فيه مايسترو في الملعب عشان يعمل الثرو باسز، بس الحقيقه كان بيعملها النهارده في لعيب كان مميز جدا النهارده اللي انتقدناه كتير جدا لوقت. طبعا بيرسي تاو النهارده جول واثنين جول واثنين اسيست. اثنين اسيست. يعني نجم المباراه. ماتش هنقولها في الاخر يعني نجم المباراه، بس ماتش من الماتشات الحلوه. أيوه. بيتحرك ده بره الملعب وبيتحرك جوه الصندوق وبيلعب مع زمايله. النهارده في تعاون كبير من بيرسي تاو مع زمايله في الملعب. صحيح. النهارده برده طاهر ما عندوش الرهبه بتاعت يعني انك تبقى بعيد وترجع وتلعب اساسي وتاخد مسؤوليه. مزبوط. انك تلعب النهارده قدام فرقه زي وفاق سطيف في السيمي فاينل ما عندوش الرهبه، فده شيء جيد. مش متكتف زي الماتشات اللي فاتت. بالظبط. أيوه. الاهلي بشكل عام النهارده اداء جيد جدا جدا. الضغط اللي عمله لعيبه النادي الاهلي النهارده على لعيبه وفاق سطيف، كابتن علي اتكلم في نقطه مهمه جدا، انك انت درست الفرقه فنيا. صح. درست الفرقه، فبالتالي بقت كل الهجمات بتاعتك من عمق الملعب، يا دوب من البوكس. صح. يعني حتى الكروس اللي بتعمله من جوه 18، يعني طاهر من جوه 18، بيرسي تاو من جوه 18، محمد هاني من جوه 18، بتشتغل على الفرقه فنيا بشكل جيد. يعني النهارده لو انت قاعد بتتفرج على الماتش، احنا قبل الماتش كنا بنقول ايه؟ الخمس الاهداف اللي جم العمق. النهارده كل لعيبتك كمان حافظت السيناريو. صح. علي معلول عشان الهجمات المرتده، ومحمد هاني كان الادوار بتاعتهم دفاعيه اكتر. مزبوط. فبالتالي ادى فرصه للاربعه اللي موجودين قدام. تمام. ان هم يشتغلوا. مزبوط. ويتحرروا. صح. ان هم يلعبوا في العمق ويعتمدوا على المهاره الفرديه ويعتمدوا على الربط ما بينهم وبين بعض. صح. النهارده مستر موسيماني اداء جيد، اللعيبه النهارده اداء جيد جدا 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 جدا. وخد بالك الحظ دايما مع الفرق الكبيره، خلينا نقول التوفيق او حتى الحظ مع ماشي. الفرق الكبير. ماشي. خد بالك، ما هو انا يعني كابتن عادل اتكلم في نقطه، قال لك وفاقس كان ممكن يسجل هدف. طب ما انا كان ممكن اسجل 4-5. أيوة. ما انا لو اتيح، انا اتيحت ليا 6 فرص حقيقيه، في 2 في القايم، 3 في القايم، 3 في القايم، 1 في القايم، وحسين الشحات، حسين الشحات، وواحد واحمد عبد القادر، 3 في القايم، غير الواحده اللي ضيعها بيرسي، الانفرادين اللي ضيعهم بيرسي. أيوة. يعني اتيحت ليك فرص حقيقيه للتهديف. مظبوط. هو اتيحت له فرصتين، واحده في الشوط الاول وواحده في الشوط الثاني. ده نتاج ان انت فنيا كنت افضل بشكل كبير جدا،
استغلت الاخطاء اللي موجوده عند فرقه وفاق سطيف، عشان كده انت سجلت 4 اهداف. مبروك للنادي الاهلي. عشان كده ندي مستر موسيماني حقه، ادار المباراه بكفاءه عاليه النهارده الحقيقه. يعني زي ما قلنا قبل كده في المؤتمر الصحفي، زي ما قلنا قبل كده عمل مؤتمر الصحفي بعد قال احنا هنقول بس كنا بنتكلم على سوء التوفيق وسوء الاداره في اوقات، لكن النهارده لا، اداره جيده صح. موفق النهارده، تغييراته جيده، تشكيل جيد جدا 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 النهارده. يعني ما نقدرش نلوم على الراجل في اي حاجه، بالعكس النهارده هو ياخد 10 من 10 صحيح. طيب نروح لزميلنا محمد توفيق مره اخرى ولقاء مع احمد عبد القادر لاعب النادي الاهلي. من جيل مكملين لقاءاتنا كابتن ايمن بعد الفوز الكبير والفرحه الكبيره وفوز النادي الاهلي على وفاق سيف ب4 اهداف مقابل لا شيء، واحد من نجوم المباراه النهارده اللي كان لهم دور كبير عبد القادر. يعني الف مبروك الفوز النهارده، كنتوا عند الميعاد برغم الظروف الصعبه برغم الغيابات، لكن لعيبه النادي الاهلي هو ده حجمها وهو ده وزنها في الملعب. حبيبي طبعا الله يبارك فيك. في الاول الحمد لله اللعيبه النهارده عملت اللي عليها من اول دقيقه، نازلين مركزين، اجواء الماتش خدمتنا، طلعنا الحمد لله. يمكن الطرد ده في الاول ساعدنا ان احنا نعمل شغلنا بارتياح اكبر. الشوط الاولاني زي ما انت شفت لنا نتيجه كويسه، الشوط الثاني حاولنا نزود والحمد لله الماتش خلص بالنتيجه والسكور احنا عايزينه. يعني عبد القادر، يعني يمكن الفتره اللي فاتت كان ما فيش توفيق في ماتشات الدوري، لكن كنتوا دايما مع حريصين انكم تقعدوا مع بعض لعيبه الكبار مع لعيبه الصغيرين، كنت بتكلموا بتقولوا ايه وكنتوا بتحفزوا بعض ازاي؟ لا زي ما انت شايف احنا كنا في حاله تركيز كبيره جدا، من بقالنا مثلا بتاع سبع ايام في معسكر مغلق، اللعيبه كلها مركزه مع بعض، بنتكلم مع بعض، بنحاول نخرج من حاله الماتشين اللي فاتوا، والحمد لله زي ما انت شايف اللعيبه ادت النهارده وطلعوا كل اللي عندهم. الحمد لله ربنا كفينا ان احنا نطلع بالنتيجه دي الحمد لله. يعني 4-0 كان ده الشوط الاول، لسه الشوط الثاني في الجزائر، شايف الشوط الثاني ازاي ان شاء الله؟ اكيد طبعا الشوط الاولاني، لسه الشوط الثاني هناك، بنتمنى ان احنا نحافظ على الاداء ده ونطلع بنتيجه ايجابيه هناك ونوصل للنهائي باذن الله. يعني شكرا عبد القادر، مستنيين البطوله باذن الله. ان شاء الله دعواتك حبيبي. شكرا كابتن ايمن، دقه لقاءنا مع احمد عبد القادر لاعب النادي الاهلي، مكملين في فرحتنا ولقاءاتنا، كلمه ليك كابتن ايمن. شكرا جزيلا زميل عزيز محمد توفيق. كابتن علاء، وفاق سطيف فاق سطيف ظهر النهارده بمظهر متواضع، هل السبب حاله الطرد؟ ده السبب الرئيسي؟ خلص سؤال؟ ده السبب الرئيسي؟ لا، طيب انا قلت لك وانا بتكلم قلت لك حتى من قبل الطرد ماشي، واضح ان النادي الطرد سهل الامور شويه، سهل المباراه اكتر ما هي ما كانت هتبقى سهله لعيبه النادي، لكن بدايه لا، انت احسن في كل حاجه، لكن ازاي انت بتضيع فرص، انت مستحوذ اقول لك على الملعب، انت الاحسن، انت اللي اخطر، مفيش حاجه خطر عليك، كل كوره معاك انت كويس. في عوامل بتساعد يا ايمن على المكسب الكبير ده. الطرد المستحق، بس عشان ما لا طبعا الطرد المستحق، مش حد يعني يقول حاجه طبعا سهل الامور عليك وصعبه عليهم هم قوي اكتر ما هي صعبه صح. لان هم بدايه المباراه هم فريق كامل، المباراه صعبه جدا عليهم، وهم لما نزلوا الملعب حسوا بكده. النهارده النادي الاهلي عمل حاجه من اللي هو كان زمان دايما بيعملها، رهبه المنافس. هما المنافس جاله رهبه منك، هو مقدرك كويس قوي، ودليله انه كلامه عليك كان بيتكلم عليك بمنتهى الاحترام، وانا هقابل فريق قوي وانا هحارب وانا هعمل وانا بالحماس وكده، رهبه البدايه بتاعت النادي الاهلي بالظبط، هي دي الرهبه. لكن لما نزل الملعب الرهبه بتاعت النادي الاهلي ولعبته والضغط اللي حصل في الاول ايمن سهلت الامور عليك قوي، هو خلاص بقى بره المباراه تماما. خلاص هو حس النهارده ان اقصى حاجه ممكن يخرج بيها ان ممكن تبقى 1-0 بالنسبه له، تبقى نتيجه ممتازه، مش 2-0 لما يكون بلال، هو عايز يقلل خساره قد ما يقدر، لكن هو مش قادر، هو كامل العدد مظبوط. فتخيل بقى كمان لما يجيله الطرد كمان واحد منه، هيبقى ايه الحاله؟ هو هيبقى الحاله مش بتاعتها النهارده، ضغط مستمر، استحواذ، فرص ضايعه، اهداف، فرص ضايعه، اهداف، استحواذ، هو ده النهارده المباراه كده صح. لكن في امور بتسهل عليك المباراه زي الطرد، لكن انت احسن صح. يعني انا مش بقول لك مثلا انت بقيت كويس بعد الطرد، لا، الكلام لا مش كده خالص، الكلام ان انت الاحسن من قبل الطرد وبعد الطرد ومن اول مباراه ونهايه المباراه ولا واثناء المباراه، لا انت احسن في كل حاجه. فمش عايز اقول الطرد هو ادى المكسب الكبير، لكن ساعد شويه اكيد طبعا على استحواذك التام وفرصك الكتير. طب هل ادار المباراه خطا المدير الفني الصربي؟ انا ما اعرفش وجهه نظره ايه، يعني انا يعني ما اعرفش، بعض اوقات الشوط الثاني فتح الجيم قوي. لا هو مش الشوط الثاني، يعني هو بدا المباراه راح عمل عليك ضغط عالي جدا من 18 لعب بالظبط حوالي 3 دقائق بالظبط يا ايمن. بعد كده لا بص يا ايمن، في لقطه في الشوط الاول جت قبل الطرد زحمه بس مفيش ماسك، ايوه زحمه مدافعين بس مفيش حد ماسك، زيادة عدديه بدون رقابه، زحمه اللي هو قدامك كان بيلعب بيها 5-4-1 زحمه كبيره جدا،
بس زحمه مالهاش لازمه خالص. لعيبه الاهلي كلها فاضيه، لعيبه الاهلي كلها بتستلم بهدوء جدا، مفيش اي مشكله بالنسبه لهم واللعب ماشي عادي. هو واضح ان قلقه الكبير من النادي الاهلي حتى ما عرفش يلعب الطريقه المناسبه. هو ركز في حاجه بحته، ان هو يحاول يقفل المنطقه الخلفيه باكبر عدد من اللعيبه من 30 يارد الاخيره، لكن هو عمل زحمه بس ما قفلش حاجه. خليني اسالك سؤال تاني، هو عمل كده فعلا الشوط الاولاني؟ ممكن يكون اتفرج على الماتشات الاخيره للنادي الاهلي؟ هو اكيد اتفرج على النادي الاهلي ودرس النادي الاهلي، وقال لك اعمل زي بيعمل الفرقه المصريه واعمل الدفاع. بس دي كانت رؤيته. ماشي، كانت رؤيته كويسه ايمن، بس واضح ان هو حسب الدفاع بالعدد بتاع اللعيبه مش بالزاي يقفل باللعيبه. يعني ممكن انا عندي اربع لعيبه لو بيتحركوا صح واقفين صح يقفلوا مساحه سبع ثمان لعيبه واقفين غلط. واقفين غلط النهارده مظبوط. يعني النهارده يعني في كره ايمن، في كره لا فرصه ضايعه، في مساك من الاثنين كان واقف على السكس يارد بتاعته بيدافع من السكس يارد. انت متخيل انت وصلت لحد فين؟ فانت هو ممكن يكون الطريقه انا عايز العب طريقه، لكن انا مش عارف اوصل الطريقه اللي لعبت صح ازاي. اقف صح ازاي، اعمل المساحه والزحمه دي بس مش لورا قوي كده، انت بتضغط نفسك بنفسك. مع كمان انت عامل مشكله انك انت مش ماسك حتى مان، مش قافل المنطقه بتاعتك، انت سايب لعيبه النادي الاهلي بتحركوا بمنتهى الحريه. وبعدين هو شاف لعيبه النادي الاهلي والاربعه الفراوده، لو هو كان قرر مباراه صح في الشوط الاول، ان احنا لا غير الجناب وكل تركيزنا من القلب، ودي المشكله اللي عنده واللي احنا كنا فيها كلنا هنا في الاستوديو قبل المباراه، ان قلنا مشكلته فخ الصيف الاثنين اللي في القلب، القلب الفريق نفسه. هو ما حاولش يغطي المنطقه دي، او ما حاولش يقابل لعيبه النادي الاهلي من بدل شويه، هو خلاه على نفس النظام ونفس السيستم، وبدا بيحاول يستهلك وقت باي طريقه، بفاول بيجيب كورنر، بيجيب فاول كره ثابته، لكن في الاخر ما قدرش، في انهيار حصل. اهو يا كابتن، ده اللي انت بتتكلم عليه يا كابتن علي. بص ايمن، بص كام واحد من نفاق سطيف فاهم يعني، ولكن هي مجرد وقفه بس، مجرد وقفه بس. يعني بص بيرسي تاو بين اثنين وقفه غلط، طاهر واحد ماسكه لكن طاهر هو عنده شايف الجول هيروح على الجانب الاخر، اثنين من نفاق سطيف وفي تقريبا علي معلول فاضي، غير الشحات واحد من عبد القادر رايحين بوشهم على الجول. انت يعني رباعي وخماسي النادي الاهلي ده كل واحد فرصه، كل واحد عنده فرصه ان هو يروح للجول. لا ده في كره الشوط الاولاني كمان، يا ريت الاعداد لو الصوره موجوده، كره بتتلعب من ناحيه الشمال كويس عرضيه الاربعه تقريبا رايحين على اول السكس يارد بالظبط، وسايبين الجزء اللي فاضي كله وراهم. هي ايمن دايما بيدافعوا بيروحوا منطقه ويسيبوا منطقه ثانيه فاضيه، او بيدافع لحد ما يوصل لحارس المرمى بتاعه، فبيديك انت مساحه لعب كبيره جدا ما عندوش فيها مشكله، فكله بيتحرك فيها. يعني بيرسي ده النهارده شفته كام قطع، كام واحده بين المساكين، لان المساحه موجوده ومغطيين. الهدف اللي جابه طاهر، الهدف اللي جابه طاهر اثنين مع بيرسي تاو، كره اتعملت بالعرض، طاهر لوحده خالص ما فيش اوفسايد، عملها بدماغه. وبيرسي تاو نفسه كابتن الهدف الرابع، وبيرسي ما انا بقول لك الهدف الرابع كلها ما فيهاش فيها مشكله. صحيح. هو مسهلين الامور عليك دفاعيا ورا. صحيح. ولا ويحسب لعيبه النادي الاهلي هم استغلوا الاخطاء دي. ما انا ممكن يبقى عندك ده اللي بتكلم عليه يا كابتن. بص واحد من مدافعين مفاق الصيف على ثلاث لعيبه من النادي الاهلي، انت متخيل المنظر؟ غير كده كمان اثنين رايحين مع بيرسي تاو، اثنين واقفين بره، في ثلاثه بره بعيد خالص، بعيدين عن اي حاجه، مش جاب حاجه خالص. صح. وطاهر اخطر واحد، حتى الراجل المدافع ده مش هاين عليه يروح ورا طاهر. انت فاهمني؟ فهي كلها وقفات دفاعيه غلط، لكن انت ممكن تلاقي مواقف كده غلط بس ما تعرفش تستغلها. بس النهارده بقى لعيبه النادي الاهلي استغلت كل شبر فيه المساحه اللي عاملها لعيبه فخ الصيف. اربعه زي ما كان بلال بيتكلم او عادل، ممكن كانت تزيد طبعا، لانك انت اخطاء كتير قوي انت استغلتها كويس. تحركك النهارده في التلت الاخير امتياز. النهارده كنا بنتكلم عليك، كنا دايما بنقول لازم في سرعه، لازم نشوف المساحات. لا النهارده كل مساحه في شبر في التلت الاخير اتخذت صح كويس قوي، واستغلت كل الفرص اللي جات لك، ممكن يبقى اكتر من كده بنتيجه كويسه قوي، كان ممكن تزيد. ما بلومش على اي حد اهداف النهارده، حته ان انا عايز اجيب جول دي برده يعني حاجه مش سهله برده. بص اهو يعني هو ده المفروض اللي يحصل. يعني بص بالظبط، يعني واحد الانتاج عندنا ممكن واذا جاله بيقول لك بس ايه المنظر، بس برده ايمن زحمه. ايوه بس لو قست المساحه بين كل لاعب نفاق الصيف قد ايه ولعيبه النادي الاهلي، كل لعيب بيستلم براحته. أي. هو انت بس عامل، انت عامل من الاخر كده عشان نخلص الموضوع ده زحمه. أي. بس انت مش عامل حاجه خالص. صحيح. طيب تعالوا نروح للمؤتمر الصحفي ونشوف مستر موسيماني قال ايه بعد المباراه. شكرا فاروق، بشكرك يا فاروق.
Yes. We're not here to break records. احنا هنا مش موجودين عشان نعمل ارقام قياسيه. نضرب الارقام القياسيه. I'm not competing with anybody. انا مش بنافس مع اي حد. But with myself. بنافس مع نفسي انا. And if you focus on records, you will make mistakes. لو ركزت في الارقام القياسيه هتتكب اخطاء. Because you personalize it. لان هتبقى الموضوع شخصي، هتشخص الموضوع. For me, the team comes first. اهم حاجه الفريق يكون هو يجي في الاول. Yes, you have to understand. I've known Percy for 20 years. بيعرف بيرسي من 20 سنة. And also I've been a coach for 21 years. هو كان مدرب بقاله 21 سنة بيدرب. I have been in this situation before where the team doesn't score the goals. مواقف مشابهة لما يكون الفريق بتاعه ما بيسجلش أهداف. It's not the first time for me. مش أول مرة يعيش الموقف. In fact, it happens every year. I think بعيش كتابه كل سنة. Yes, and it has been a big concern even for myself. حاجة مهمة جدا حتى بالنسبة لي أنا. But I've always said to you that I get worried if the team doesn't create the chances. دايما كنت بقول لكم في المؤتمرات الصحفية أنا كنت بقلق لو الفرقة ما خلقتش فرص. But when the team makes the chances. لكن لما نخلق فرص الناس تصنع فرص. You have it gives you a hope. بتديك أمل. And it's not all about Percy scoring today. والموضوع كله مش مكاتب بيرسي سجل النهارده. I've also waited for Sharif about 10 games to score one goal. كنت بفضل شريف من 10 ماتشات يجيب لي جون وجاب. You know, so let's not focus on Percy only. ما ركزش بس على بيرسي بقى. We have a team. عندنا فريق. But for me, the most important was Tahir to score. الأهم بالنسبة لي كان طاهر مسجل. Because I took a decision that he must play striker. لأنه خد قرار النهارده يلعبوا راس حربة. And I know if he doesn't score, you'll always say why he doesn't, why you, what was the decision. وعارف طبعا هو ما كانش سجل النهارده كنت هتلومه تقول ليه لعبته راس حرب لعبته راس حرب ليه؟ That's the life of a coach. ودي حياه اي مدير فني. You should be brave but don't make decisions because you're crazy. يبقى شجاع بس لازم تاخد قرار يقول لك انت مجنون. Make decisions that you think there's a possibility. في ياخد قرار وفي امكانيه. I can't keep Percy all the time on the team he doesn't score. Must change him. ما اقدرش اخلي بيرسي موجود على طول لو وسام وسام is not scoring I must change him. وسام حسن ما كانش بيسجل ليه غير شريف is not scoring I must change him. شريف برضه نفس الموضوع. صلاح has not been scoring I must change them. صلاح محسن نفس I must find a new solution. لازم نشوف حلول ثانيه كل لعيبه دي ما بتسجلش لازم نشوف حلول ثانيه. I got tired tonight. فحط النهارده طاهر راس حربة. Unfortunately the first goal was offside. للاسف الهدف الاولاني سجله كان بس I'm happy الحمد لله he scored. بس سعيد ان هو سجل. But that's football for you. دي كوتش. Thank you coach. If you play, congratulations with the performance and the results. When you are confident, I think you qualify to the final. So it means that maybe the second game, the away game, will play with other people, with rest with other players, or will play with the same. We have not qualified to the semi-final. بقول لحضرتك عايز ما تقلقش بتقول مبروك ان هو النتيجه دي تقريبا حطيت رجلك في النهائي تقريبا بشكل كبير ممكن تديك فرصه انك تعمل تغييرات في الماتش العوده بيقول لك احنا لسه ما تاهلناش. You will see our preparations are not going to be casual. بقول اعدادنا ما كانش بسيط. And you will see even the team over there is not going to be casual. والفريق برضه هناك مش هيسيبها الموضوع بسهوله. I've been coach for 21 years. I've seen a team turn the results from 4-0 to 5-4. انا شفت انا بقالي 21 سنه بدرب شفت فرقه كانت مغلوبه 4-0 ورجعت وكسبت 5-4. Maybe this happened here, I'm not sure. بتهيألي حصلت في مصر انا مش متاكد يعني بس بتهيألي بتحصل يعني. Never happened. 3-0. 3-0 and then 4-3 somewhere maybe. بس ساعات ممكن يبقى 3-0 وبتكسب 4-3. الحمد لله. Then we follow that. Okay, so we have not qualified. لسه ما تاهلناش يعني عشان ناخد المخاطره دي. اتفضل. What do you think? The Ahly was very strong today, or the state was very bad? Especially after the question. We
We played well when Satif still had 10 against 11 against 11 on the pitch. حضرتك بتقول له عشان برضه عشان ما اسمعش بيقول له انت يعني كسبت عشان انت فرقه الاهلي كانت قويه ولا كانت وفاء ستيف كان هو اللي سيء خاصه بعد الطرد؟ ويا ترى انت شفته بنفس الشكل الخطط انت درسته قبل الماتش لقيته بنفس الشكل ولا كان شكل مغاير؟ بيقول لحياتك احنا لعبنا كويس حتى قبل ما تطرد منهم اللعيب كنا بنلعب 11 قدام 11 كنا متسيدين اللقاء كنا بنلعب كويس. And we control the game. Even when it was 11 against 11. وتحكمنا في مجريات اللقاء حتى وكان هم يلعبوا 11 قبل ما تطرد منهم لاعب. And in football, and if you come here and play us, Al-Ahli, and you get a red card early on a big game like this, of course we will take the opportunity. وطبعا لما تيجي تلعب في كرة القدم تيجي تلعب قدام فرقة كبيرة زي النادي الأهلي هنا وتاخد كارت أحمر مبكر. طبعا انا هتدفع ثمن واحنا هنستغل الفرصه and you cannot be careless and get a red card and let your team down like this. تلعب باهمال وتاخد كارت احمر وتاثر على فئتك تخلي فئتك تاثر. What would you ask me if we played 10 against 11 and we scored 1-0, what would you say to me؟ هتحصل ايه لو كنا 10 قدام 11 ودخل جون كنت هتقول لي ايه؟ تسالني تقول لي ايه؟ It's football. And the system they expect before the game or the system. Yeah, they have a very good coach. Where is he from? He's good, eh? He's a very good coach. I think Algeria is producing good coaches. النص التاني من السؤال بيقول لحضرتك مدربهم كويس جدا. وفاز ستيف هو بيسال جنسيته ايه؟ فاستاذ محمد ثابت قال له جزائري. فبيقول انا بحسب صحفي. صحفي؟ ايوه اسف. From Serbia? Yes. وبيتكلم مع صحفي جزائري. He's a European coach. You can see he's got his tech. You don't It's not important for me. No. Please make the questions related to this game. No, it's not important for me. بقول مش مهم بالنسبه لي اعرف جنسيه المدرب. I'm not playing against the coach. انا مش بلعب قدام المدرب بخصم انا بلعب قدام playing against Satif. بلعب قدام فريق وفاء ستيف ما يهمنيش جنسيه المدرب. And he's a very good coach. هو مدرب كويس. And he's brave. He's a very brave coach. وشجاع جدا. He didn't check the tactic even there were one man less. حتى ما كان ماشي طريقه لعبه حتى ما كان بيلعب ناقص واحد. He played with three up front and six. كان بيلعب ثلاثه قدام وسته ورا. Because he wanted an away goal. كان عايز يجيب جون على ارض الخصم. And I think they could have got a goal. وده كان ممكن يسجل جون. So he didn't change the tactic. He came exactly the way I saw it. ما هوش طريقه اللعب وزي ما حضرتك سالته وقال لك طريقه اللعب زي ما كان شافها ودرسها. And I heard him how he speaks about my team. It means he does a good homework also. وشفته ازاي بيتكلم عن فرقتي فعرفت انه عارف فرقتي معناه انه عمل شغل كويس ودرسني كويس بس هو درس فرقتي كويس قبل الماتش بس هو مدرب كويس. اتفضل يا فندم. دكتور عمرو سؤال من جزئيتين الجزء الاول رسالة لجمهور النادي الاهلي يور مسج فور الاهلي فانز افتر ذا وفي المستقبل اذا كان هناك قرار هل يعتقد مستر موسيماني انه من الافضل للكره الافريقيه ان تقام المباراه النهائيه بالبطوله بنظام الذهاب والاياب ام يبقى الحال كما هو؟ The first part is message for the fans. Second question is a political question. What do you think? If the team prefer that the final game to be home and away instead of playing just one game in the future? The second question, I don't make the rules. لا انا ما اقدرش ما بعملش القوانين عشان اقول I follow what I'm told. What do you say? I can't do nothing with that. Okay, it's not for me to change the rules because even if I say I want this and then it comes the other way. Do you think my talk will influence the decision? But my only thing is, of course, a neutral venue. طبعا من وجهه نظري دلوقتي في الوضع الحالي طبعا عايز ارض محايده. I think it's only fair. واعتقد ده من العدل يتعمل. That's my only decision. Whether it's home or twice, home away, whatever. لكن نرجع بقى تاني زي بقى وعوده مش هتفرق بس المهم تبقى لو هتلعب مباراه واحده في ارض محايده. I think there are rules with CAF. So I think they will follow the rules. قوانين في قوانين مع الاتحاد الافريقي بيتبعوا. كوتش وادي از مسج فور ذا الاهلي. The supporters. You saw how they came over here. شفت الجماهير النهارده كانت موجوده ازاي بتساعدنا في الاستاد. They never gave up on us. عمرهم ما سابونا عمرهم ما يقسوا مننا. Yes, we've been not scoring. كناش بنسجل فترة طويلة وكانوا بيساندونا. They trust us. واثقين فينا. They believe in us. مؤمنين بينا. They sang from the minute one until the match. شجعونا من أول دقيقة لآخر دقيقة. Okay, what can I say? You only have to score goals to make them happy. الحاجة الوحيدة اللي ممكن أعملها إن إحنا نسجل أهداف عشان نسعدهم. Yes, they support us and when you play with a stadium like this and they are all here,
you feel pressure to win and you feel confident to win also. وعندنا بنلعب في ماتش والاستاد مليان بالشكل ده يبقى عندنا ضغط ان احنا نكسب وفي نفس الوقت بقى عندنا ثقه ان احنا نلعب ونكسب. Yes, supporters are always behind us. They never let us down. ده بيساندونا على طول عموما بيسموناش جماهير النادي الاهلي على طول في ظهرنا. Last question. Please. قصد حضرتك ان ديانج وحمدي كانوا بيلعبوا 6 و 8 بيبدلوا مع بعض في المباراه وهانيك عادي. The first طول كل مباراة بنلعب كده هو بيغيروا مكانه في المباراة دايما بيحصل في كل المباريات. ده مش جديد على أدائنا يعني. ده بيلعب كده على طول. حمدي بلايز لايك ذات وذ حمدي بيلعب كده على طول بيزيد ساعات وديانج بيستنى. The most important thing for us is to take Hamdi out because Sulaiman is injured. الحاجة بس ان هو طلعنا حمدي وعشان حافظ عليه عشان سلاي مصاب. We go to Algeria so I need Hamdi back. سلاي مصاب حافظ عليه عشان يرجع قبل ماتش العودة. So I'm saving one at least I know I might have Hamdi in Algeria. سلاي؟ بقول لك حافظ عليه عشان ما يكونش معانا احتمال يعني نحافظ عليه عشان يبقى موجود معانا في ال Hani played another pressure on him and nobody came to help him. The pressure on the side of Hani. What do you think? On the side of Hani? Yeah, Hani Hamadani. When? In this place, we had a pressure. We never had a pressure tonight. I mean, let's be honest. What pressure we had? The ball was only one way. Pressure. هيك بتقول له هاني كان عليه ضغط وما كانش حد بيساعده قال لك ما فيش عندي ضغط خالص كنا بنلعب يعني see action see move. استاذ رامي. بقول حاجه. اوكي. ثانك يو. اوكي. شكرا. ما كانش بيقول لك ما كانش في ضغط علينا طول المباراه. Sorry, Gabi. Thank you, coach. Thank you, coach. Thank you, Dr. Thank you. نرجع مرة تانية لحضراتكم أعزائي المشاهدين، كابتن أسامة شفنا التصريحات مستر موسيماني اتكلم كلام واقعي بنحترم فريقه فاق سطيف والتأهل للنهائي يحسن من الجزائر واي مدير فني هيقول كده طبعا لازم يقول الكلام طبيعي ده طبيعي يعني منطقي احنا بنتكلم من بره لكن هو كمدير فني عمره ما هيقول الماتش اتحسن لازم يستنى الماتش الثاني ده طبيعي يعني بالزبط. فتصريح منطقي يعني طيب كمان اتكلم عن سعادته بالفوز اللي اتحقق اليوم واكد ان برضو مره ثانيه تاهل الاهلي لنهائي البطوله لم يحسن بعد رغم الرباعيه يعني هو كمان ربطها بالمكسب الكبير يعني قال ان هو طلب من اللعيبه الضغط واللعب بقوه بعد حاله الطرد لفريق وفاق سطيف وان اللعيبه نفذوا المطلوب وان هو عايز من الجمهور او عايز من مؤيدين النادي الاهلي اللي بيشجعوا النادي الاهلي بيشجعوا لعيبه النادي الاهلي ان هم يؤمنوا بلعيبه النادي الاهلي وطبعا اكيد جهازهم الفني. طبيعي يعني احنا قلنا لما يؤمنوا بقدرتهم يعني الماتش الاخير بتاع سيراميكا لما حصل تعادل والناس كانت متضايقه من الاداء وكده قلنا دي صفحه واتقفلت والتركيز هيبقى على ماتش وفاق سطيف لغايه لما نخلص منه وبعد كده نرجع تاني لبطوله الدوري لان النادي الاهلي بيلعب في كل البطولات. لازم جمهور النادي الاهلي يؤمن بقدرات لعيبه النادي الاهلي طبيعي واحنا قلنا جمهور مش هقول بيغير رايه ولكن اقصد ان الجمهور لما بيلاقي الاداء مش حلو مش عاجبه او النتائج مش عاجباه طبيعه الجماهير في العالم كله وبالذات كمان جمهور زي جمهور النادي الاهلي واخد على البطولات والمكسب وعايز كل بطوله وعايز اداء حلو والكلام ده بيقلق وبيبقى زعلان. ما خليني اكلمك بصراحه شويه. احيانا تبقى كسبان ولكن في بعض الاوقات بعض الجماهير بيبقى في منها هجوم غير مبرر على مستر بيتسو موسيماني. ما هو طبيعي انا قلت لك النادي الاهلي عايز اداء ونتيجه
لما الاداء ما بيرتبطش بالنتيجه ممكن اشوفها مباراه، ممكن اشوفها مباراتين، لكن لما بتطول، لما بتطول، احنا الفتره الاخيره تحديدا في 5 6 ماتشات أو 7 ماتشات ورا بعض الاداء ما كانش حلو، باستثناء الشوط الاولاني في ماتش الرجاء اللي كان هنا واللي هناك. لكن في الدوري النتائج كانت سلبيه، اللي هي هزيمه المصري والاداء ما كانش حلو، ثم تعادل طلائع، ثم تعادل سيراميكا، الاداء متكرر كده، فالناس ابتدت تقلق وبتحصل بعض الهجوم. بس ده مش مع مستر موسيماني بس، مع اي مدير فني مر على النادي الاهلي في تاريخه وحصل معاه كده كان بيحصل هجوم، او اللعيبه، واحنا كلنا يعني مش احنا مش غرب، احنا كلنا كنا لعيبه وعارفين انطباع الجماهير. لما كنا بنخسر اكتر من ماتش ورا بعض او ادائنا ما كانش بيبقى حلو الجمهور بينتقد، لكن في لحظه، انا مش عشان كده بقول ان الجمهور مش بيغير رايه، انا اقصد يعني في لحظه اعمل حاجه حلوه هتلاقي جمهور بيشجعك بدرجه غير طبيعيه وهيرفعك للسماء. يعني اللي هو قال عليك النهارده انت وحش، انت مش عارف ايه، انت ما تستاهلش، انت ما تستحقش تلبس التيشيرت، مش عارف ايه، جيب جون ولا اعمل لعبه حلوه ولا اكسب نتيجه حلوه زي النهارده واداء، هتلاقيهم إيه؟ طب انت شوف بقى دلوقتي الفيسبوك مثلا او السوشيال ميديا بعد الرباعيه دي، وشوف الكلام على سواء مستر موسيماني او على اللعيبه اللي يمكن كانت منتقده مظبوط من الجمهور، زي مثلا بيرسيتاو، زي طاير جاب جون النهارده، بيرسيتاو ادى اداء حلو، شريف كمان، وشريف كمان، هتلاقي الجمهور رفعه للسماء. فده هو الجماهير كده، يعني لازم احنا كمان، صحيح الجمهور لازم يتقبل ويستحمل، وايضا احنا اي حاجه، اداره، اي حد بيشتغل في اجهزه فنيه، لاعبين، نستحمل لما الجمهور بيزعل شويه احيانا وبينتقدنا. هو لما بينتقد مش عشان عايز يقلل مننا، هو بينتقد او بيقول كلام ساعات يضايق عشان هو زعلان. احيانا بيبقى في نقد هدام. لا ما هو طب لا هدام، لا ما احنا اللي بينقد، احنا بنتكلم على النقطه دي بس، لا اللي بينقد نقد هدام لا، لكن انه يبقوا زعلانين او واخدين على خاطرهم او بيقولوا كلام من حقهم طبعا. يعني احنا ناس بتوقفنا مثلا في الشارع او في اي مكان، سواء مثلا اصحابنا اللي هم الاهلاويه او حتى الجماهير العاديه اللي في الشارع، بيكلمونا كاننا احنا بالظبط مسؤولين داخل الفريق، بحكم ان احنا في الاستوديو التحليلي بتاع النادي الاهلي، او بحكم ان احنا لعيبه سابقين او مدربين يعني في الفتره اللي فاتت، او لاعبين سابقين، بيقولوا لنا، بيوقفونا ويقولوا لنا نقد، كان احنا لعيبه، كاننا احنا بنشتم، يعني مش احنا ما بنلعبش، ولا احنا مش ماسكين الفرقه، ومع ذلك احنا لارتباطنا بالنادي الاهلي والاستوديو التحليلي وكنا لاعبين سابقين، بالناس بتنتقدنا في سواء في الفيسبوك او التواصل الاجتماعي عامه، او حتى لما بيقابلونا في الشارع، يعني ده طبيعي. فانا شايف ان هي الاثنين لازم نشيل بعض، سواء الجماهير والاجهزه واللعيبه، وايضا في وقت اللعيبه والجهاز والناس تعرف ان الجمهور عايز الافضل، وعايز الاهلي على طول متوج، وعايز الاهلي على طول اداؤه حلو. فهي احنا الاثنين نستحمل بعض، واحنا بنقول تملي لجماهيرنا، يعني زي ما عودتونا دايما، انتوا واقفين ورا الفرقه في كل ظروفها، وفي ظروف كانت اصعب من دي بكتير، والدعم الاساسي للفرقه يعني لجماهيرنا يعني. صحيح. كابتن عادل، مستر موسيماني قال كمان ان هو سعيد جدا النهارده، لان محمد شريف وبيرسيتاو كان بقالهم فتره ما سجلوش وسجلوا النهارده، وكمان من ضمن سعادته احراز طاهر محمد طاهر لهدف في مباراه اليوم. اكيد هو كان بيشتكي الفتره اللي فاتت من ضياع الاهداف، ويمكن اتكلم في مؤتمر صحفي قبل كده انه اضاع الفراوده، اضاعوا اهداف كتير. النهارده لما كل الفراوده بتوعك يحرزوا اهداف، دي حاجه كويسه، وفي ماتش مهم وفي قبل نهائي، نص نهائي، وقدام فريق كبير برضه، يعني قدام فاس طيف، ما هو فريق راح بيلعب نص نهائي طبعا. فريق بغض النظر فريق كويس، مزبوط. طالما وصل لقبل ان شاء الله، لو حصل ايه يعني، ما انت لو قلت ان هو فريق قليل تبقى انت قليل. لا طبعا، ده فريق كبير طبعا. بيلعب قبل وصل نص نهائي افريقيا، بس هو ده اللي انا بقوله طبعا. يعني الموضوع مش سهل يعني،
وفرقه كويسه وفرقه الاهلي تفوق عليه النهارده. هو سعيد جدا بمكسب بمكسبه النهارده واهدافه اللي احرزها كل الفراوده. يعني طار محمد طار على الثقه واحرز هدف جميل في متابعه جيده. بيرسي تاو من افضل اللاعبين في ارضيه الملعب النهارده، تحركات وعي يعني، كان هو متحرك، عمل جون وبعدين جاب هدفين كمان، يعني حاجه كويسه. ولما نزل محمد شريف كمان خد الثقه ورجع للتهديف تاني. فكل المكاسب النهارده في حته التهديف. الحاجه الثانيه نص الملعب، انت عندك نص الملعب بيرسي تاو وحمدي فتحي، قصدي ديانج وحمدي فتحي، الاثنين ادوا اداء كويس واداء متميز بغض النظر عن الفرق اللي قدامي ايه، ولكن هم ادوا اداء متميز. انت نزلت النهارده كسرد باكات، ما كانش في فرص عليك كتير، ودي برضو نجاح منك، الا في فرصه اللي هي كانت بتاعت الشوط الاولاني، وفي واحده كمان الشوط الثاني كده اللي قعدت تتشط جوه ال 18. ولكن في اخر الامر انت عملت جيم كويس، موسيماني عمل جيم النهارده في توازن، ونصفوا بقى اللعيبه نصفته ان هم احرزوا اهداف. ما هو انت في حاجه بتقال دايما، المدرب وظيفته يوصلك للجول. صح، هو قال كده، هو حتى قال في المؤتمر الصحفي، انت وظيفتك كلاعب انك تحرز اهداف. في غلو اللعيبه بتبقى طبعا الهدافين طبعا. يعني حتى بيبقى في لعيبه في الوقت بيبقوا مثلا نص ملعب لعيبه كبار قوي، بس في هداف بياخد ارقام اعلى طبعا. العالم كله كده يعني. فالنهارده التهديف حاجه جيده جدا للنادي الاهلي، ظاهره جيده، رغم برضو ان كان في اهداف ممكن تسجل لان ضيعنا اهداف كتير، ولكن افضل من الاهداف اللي كانت بتضيع. مثلا في ماتش الرجاء ضيعنا كتير بس ما جبناش، الماتش ده ضيعت بس احرزت اربع اهداف، ودي حاجه كويسه. المهم النهارده ان ما دخلش في الجول. صح، دي من وجهه نظر دي اهم. واستغلت برضو جزء من الفرص اللي اتيحت لك النهارده. والحاجه بقى المهمه انك انت هتدخل، ده هدف تاني، هتدخل على مباراه الدوري عندك اريحيه شويه. بمعنى ايه؟ هتبقى هادي في مباراه الدوري. تخلي بالك عندك اسبوع لحد المباراه الثانيه، مفيش ماتشات برضه. انا عارف، بس انت هتدخل بعد كده لما تبقى مخلص المباراه اربعه، وبعدين تروح هناك بالاجتهاد والقوه والعمل وانك تجتهد وتشتغل تاني. أيوة. وتحاسب لا يحصل اي مفاجات، تحاسب يحصل اي حاجه، فانت تخلص المباراه دي هترجع عندك ثقه وعندك انك انت تلعب مباراه الدوري كويس قوي. يعني مش هيبقى في اختلاف. نعم. لا، بمعنى اللي احنا اتكلمنا عليه بمعنى قبل المباراه، ان في اختلاف في الشكل والاداء بين النادي الاهلي في البطوله المحليه والنادي الاهلي في بطوله افريقيا. انت بتتكلم على ان التاهل ان شاء الله باذن الله لما يحسم من الجزائر لدور النهائي هياثر كمان تاثير ايجابي على اداء النادي الاهلي في البطوله المحليه. اكيد، ولكن التركيز هيبقى الاكثر للفاينل. طبعا، هو عمر النادي الاهلي تعادل ثلاث مباريات ورا بعض في الدوري، حصلت 2000 من قد كام سنه؟ 2018، وخدت البطوله وخدت بس النادي الاهلي في الفتره الحاليه يخسر مباراه ويتعادل مباراتين. ايه اللي حصل؟ التركيز الجيد جدا في بطوله افريقيا، امل كل اللاعبين وامل المدرب، رغم ان انا مش معاهم لازم اجاهد على جميع النادي الاهلي نادي كبير بيلعب على جميع البطولات، لو دخل اي بطوله حتى لو وديه او حتى ما هو الكلام اللي انا بقوله لك ده من نبع ان انا بتكلم عن النادي الاهلي. أيه. انت فهمتني؟ أيه. حتى انا لما باجي اقول ما فيش حاجه بتتحسم في كره القدم علشان انا النادي الاهلي، مش عشان انا اي نادي تاني. في انديه بتتخطف عشان ما عندهاش الثقه دي. انا بقى طول عمري متربي على كده. أيه. والكباتن متربيين على كده. أيه. اللي هو ايه؟ اللي هو ما فيش تهاون، ما فيش تهاون. أيه. يعني ما عنديش تهاون طول الوقت، على طول لازم اكسب لازم اكسب لازم اكسب. بس يعني 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 من الاخر النادي الاهلي النادي الاهلي عنده فرصه كويسه قوي ان شاء الله في التاهل للنهائي ان شاء الله في التاهل باذن الله يروح الجزائر يجتهد. انا ان شاء الله نتاهل بعد مجهودك، لان المباراه ما انا صعبه انت بتلعب بره
وما في كرة القدم كده. أنا مش بتكلم إن إحنا مش هنوصل. صح. أنا بتكلم دي كرة القدم. أنا ماليش دعوة، أنا بتكلم بالراحة. أصل أنا بتضايق من الحتة ده. أنا معايا. أنا لعيب كرة ومعايا كده. حسيت يعني أنا مريت بظروف دي قبل كده. أيوة طبعا. لا أنا عارف طبعا يا كابتن. إن شاء الله لم تحسم. الأمور لم تحسم. صح. نحسمها كويس نرجع. انت تاني يا كابتن هتلعب. انت تاني هتلعب. لا لا مش عايزين كده. هو وجهه نظر اتفضل. لا ولا حد يتكلم معايا في الامور دي خالص. لا لا طبعا انا معاك. لا 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 انا معاك. اتكلم معايا في الامور دي لان دي وجهه نظري. انا عندي انا كده في كره القدم. يعني انا راجل اشتغلت مدرب كتير. مظبوط. فبكنت ده فلسفتي. انا معاك في دي برضه. ففي الاخر بس يبقى في ثقه في النادي الاهلي. لا عنده ثقه طبعا. لا هو عنده ثقه. انا ثقتي في النادي الاهلي علشان ثقتي فيه ما بحبش ان هو يتغلب. انت عارف طبعا. انا وجهه نظري ايه؟ ان انا لازم اشد لعيبتي قوي عشان اروح هناك عشان التاريخ يذكر ان انا ما اتغلبتش من ستيف هناك. صح. صح. طب وليه ما هو رابطها بكده ليه؟ لا انا لازم اربطها بكده. لا انت رابطها ليه؟ ان أنا احنا بنقول ان عندنا ثقه اكيده ان شاء الله ان الاهلي وصل بان اللعيبه تاثر. احنا مش رابطينها. لا ما انا هقول لك كلمه. انا وجهه نظري بالفروق اللي بيننا والنتيجه الكبيره بقى عندنا الثقه كابتن. احنا واثقين في فرقتنا. كابتن انتوا نفسكم مدربين وانت راجل مدرب كبير ومرنت كتير. انت نفسك بتتكلم على اللاعب المصري بتقول احيانا اللاعب المصري لما بيكسب بيفك. انت مش بتقول كده؟ ماشي. ايه اللي ماشي يعني؟ انت حولت اللاعب المصري. الحمد لله ان النهارده يا كابتن انا ما لكش لعب النهارده. انا بكلمك على موديل بتاع كابتن. احنا كلامنا تحليلي. لا. احنا مش كلامنا تشجيعي ولا ولا ان احنا مثلا بنقول الكلام ده عشان خاطر ننقله للعيبه. احنا بس بنقول وجهه نظرنا بس. احنا مش بنفرضها على حد. احنا بس بنقول وجهه نظرنا. اكمل كلامي خلاص. وجهه نظركم خلينا لنفسكم. ماشي يا كابتن. اتفضل. المهم ايوه خلي وجهه نظركم لنفسكم وانا وجهه نظري لنفسي. ماشي انا معاك في وجهه نظرك. فانا ان شاء الله يعني النادي الاهلي نرجع علشان نفضى كمان ناخد ان شاء الله. هدفي اخد بطوله افريقيا ده رقم واحد. رقم اثنين اكسب المباريات المؤجله لي عشان ابقى اول دوري. بالزبط. الناس لازم تعرف. عايزين ننبه الناس برضو للنقطه دي ان لعيبه النادي الاهلي ان شاء الله او النادي الاهلي لو كسب مبارياته المؤجله هيبقى هو برضو اول الدوري. انا قلتها في الماتش اللي فات في الدوري. بالزبط. انا اتكلمت قلت ليه الهده دي كلها. بالزبط. احنا نكسب المباريات المؤجله لينا هتبقى اول دوري تاني. صح. يعني ما فيهاش مشكله. ولكن خلي بالك يا كابتن ايمن النادي الاهلي لو لعب اي مباراه لو مباراه وديه ما يتغلبش. صح. ما دي روحنا. ده اللي اتعلمناه. مظبوط يا كابتن. علشان توصل لدي لازم تبقى محرص طول الوقت. لان ما في فرقه يعني شوف الصيف هتلعبه هناك. بص هو خسران اربعه. اه وما عندوش حاجه يبكي عليها. مظبوط. يبقى هو هناك هيحاول طبعا وهيموت نفسه. ايوه. هيحارب. صح. انت لو ما حاربتوش دي كوره. فلازم انت تقابله بنفس المحاربه دي باذن الله. لو انت اتركنت على كده. وانا بتكلم على اللعيبه دايما. احنا قناه النادي الاهلي. ايوه كابتن. احنا مش قناه. احنا قناه بتاعت نادينا. فاحنا بنقول نصايح للعيبه. صح. ليه؟ لان اللعيبه كمان لما بتكسب بنقول لها مبروك. لما بتخسر وبيأدوا اداء وحش احنا بنقول لا انتوا وحشين ومشغلين وحش والحاجات دي كلها. صحيح. فيجب علينا ان احنا كمان ندي رسائل ونوصل لهم اللي احنا عايزينه. صحيح. بعكس اللي بيتقال. مظبوط. طيب كابتن بلال قبل ما نروح فاصل نقدر نقول النهارده عوده الثقه مره اخرى لمهاجمي النادي الاهلي. وعايز كمان اشيد بجماهير النادي الاهلي لحضره اللقاء ويا ريت لو في صور تجيبوها لنا عشان نشوف دور الجماهير النهارده في المباراه. يبقى خلينا نتكلم في النقطه الثانيه. يعني النقطه الثانيه بالنسبه لجمهور الاهلي احنا واحد من جمهور النادي الاهلي. تمام. احنا مش بس بنشيد بجمهور النادي الاهلي. احنا اتكلمنا على فكره قبل الماتش وقلنا ان جمهور النادي الاهلي هو له الدور الفعال في الماتشات اللي زي دي. الماتشات اللي بتبقى ماتشات الصوره معانا. بص يا كابتن. اه طبعا. لا طول خد بالك كابتن طول الماتش والجمهور النهارده الحقيقه حاجه ممتعه الحقيقه جدا 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 يعني. تمام. جمهور دافع كبير جدا حافز كبير جدا لفرقته. بص المنظر يا كابتن حاجه الحقيقه تفرح. بقالنا فتره مفتقدين بصراحه المنظر ده. الحقيقه حاجه تفرح جدا جدا. اطفال وشباب وطبعا رجاله كبار وسيدات فئات مختلفه. بالظبط. حاجه جميله جدا
المسانده بتبقى مطلوبه ودعم كبير. بتخد بالك انت النهارده ثقه اللعيبه، خد بالك يعني النهارده لما الاقي 40 30 الف او الاستاد مليان، ما دي برضو ثقه. صح. بتديني انا ثقه ان جمهوري واثق فيا، جاي وعارف ان انا عندي امكانيات وعندي القدرات ان انا هفرح الجمهور ده، او هكون عند حسن ظن الجمهور. في حاجه مهمه جدا جدا تواجد الجمهور طبعا. واتمنى يعني يعني ماتشات حتى الدوري كمان تبقى فول كاباسيتي، يعني تمام الاستاد يكون مليان. نتمنى يعني ان شاء الله باذن الله تعالى. جمهور مختلف جمهور النادي الاهلي طبيعي عن اي جماهير. بص يا كابتن، طول ما انت بتاخد بطولات اعرف انك وراك جمهور كبير، او عشان وراك جمهور كبير انت برضو بتاخد بطولات. ايوه تمام، هم الاثنين مرتبطين ببعض. الجمهور ليه دور كبير طبعا. يعني انت لما بتلعب ماتش من غير جمهور زيك زي اي حد، تمام. طبعا مع احترامنا للفروقات الفنيه، لكن انا بتكلم على السبيريت. أيوة. الروح اللي بتكلم عن الروح. طبعا مزبوط. الدوافع الكبيره جدا جمهور النادي الاهلي دايما هو اللي بيحطها، مقلق ومرعب لاي فريق. صحيح جدا. دي الحاله بقى الثانيه العكسيه، انك انت مرعب جدا لفريق لاي فرقه بتيجي تلعب ضد النادي الاهلي. طبعا بيديله حاله، يعني بيديله خوف، بيديله رهبه. يمكن كابتن علي اتكلم قبل كده في الحته دي لما كنا بنلعب في استاد القاهره من حوالي 6 أسابيع، وقال لك الزئير بتاع الجمهور في الملعب بيخوف الافارقه نفسهم العتاي الكبار جدا. تمام. احنا فاكر يا كابتن بلال، احنا اول ما كنا بنخش الاستاد كنا بنعمل ايه؟ فاكر استاد القاهره؟ فاكر يا كابتن علاء؟ كنا بنعمل ايه؟ طبعا كنا نروح نبص الرهبه بتاعتنا، نبص على جمهور النادي الاهلي في الملعب. طبعا كابتن كان في الدوري زمان كان بيبقى فيه 40,000 و50 في الدوري العادي. ايوه مش في النهائيات كمان. مظبوط. اثناء المباريات العاديه اثناء الدوري العادي. فجمهور الاهلي اتمنى ان شاء الله يا رب يعني الجمهور يعني يكون موجود في كل المباريات، سواء دوري عام او افريقيا او حتى كاس مصر، اي مباراه حتى المباراه الوديه، لان اللعيبه بتعرف القيمه الكبيره جدا جدا او بتحترم القيمه الكبيره جدا بتاعه النادي من جمهور النادي الاهلي. تمام. جمهورك في كل مكان، مش بس في الاستاد، في الشارع بتلاقيه، في الكافيهات بتلاقيه، في اي مكان. النهارده النقطه الثانيه عوده الثقه. حلو جدا انك انت كفرد يعني تسجل. حلو للمدير الفني، خد بالك. ايوه. قبل ما تكون حلو للعيب، المدير الفني لما المهاجم بتاعه بيسجل بيديله ثقه هو اكتر. مزبوط. خد بالك، على عكس مثلا ممكن انا فرد اسجل ثقه حلوه وجميله جدا، لكن انا كمدير فني لما اكسب بجول مسجله سنتر باك او لعيب نص ملعب او باك ليفت او الكلام ده، بيبقى عندي برضو قلق، يعني لان انت عندك اللي جاي اصعب. ايوه. لما المهاجم بيسجل هو ده رده الفعل الطبيعيه، او هو ده التارجت اللي انت بتشتغل عليه، هو ده نهايه الجمل التكتيكيه اللي انت بتحفظها لعيبتك. انا النهارده عايز اوصلك انك تسجل هدف. مين اللي بيسجل؟ المهاجم. هو الفرود المان تارجت، الاربعه اللي موجودين في الخط الامامي هم دول المفروض يسجلوا، وده اللي حصل النهارده. طاهر بيسجل، بيرسي تاور بيسجل هدفين، محمد شريف لما نزل سجل، كان ممكن الشحات النهارده يسجل كل الفرص الخطر النادي الاهلي الرباعي الامامي. مظبوط. سواء كان اللي كانوا موجودين في الملعب او اللي اتغيروا فيما بعد. القادر كرة فدي حاجه بتخلي المدرب يطمئن، يقول لك خلاص النتاج. صح. نتاج الشغل اللي بعمله اصبح بيتنفس على ارض الملعب. فحاجه مهمه جدا ان الفراوده بتاعتك او اللعيبه الاتاكرز بتاعتك هم اللي يسجلوا الاهداف، دي حاجه مهمه جدا بالنسبه للمدير الفني، تدي له ثقه وطمانينه، يخليه مطمئن. وانا كلاعب انت ممكن مره قلت كلمه وانا طبعا حاسس بيها، طبعا ان انت كفورورد او كراس حربه او بتلعب في الخط الامامي وانت طالع، حتى لو عملت كل حاجه في الكوره بس ما سجلتش هدف، لا حاسس ان في حاجه ناقصه. لا ناقصك كل حاجه. بالظبط. ناقصك ومش حاسس ان حاجه ناقصه. أيوة. الهدف مش حاجه يا كابتن، حاجه قيمه كبيره جدا جدا جدا. يعني أيوة. النهارده بص ايه الفرق بين بيرسي تاو النهارده بيرسي تاو الماتش اللي فات؟ مظبوط. بيتحرك بيوصل للجول، بيخلق فرص. بس النهارده سجل، الماتش اللي فات ما سجلش. مظبوط. الموضوع مظبوط. مختلف تماما. صحيح. انت لو بتحسب كمجهود في الملعب، لا المجهود جيد، تحركات جيده، تحرك من غير كوره كويس. صح. لكن النهارده عشان الفينش وهو ده، خد بالك عشان برضو نبقى بنتكلم كلام منطقي، هو ده المطلوب منه. انا مش مطلوب ان انا اقعد اتحرك طول الماتش وبعدين في الاخر ما اسجلش هدف. يعني الفرص اللي تتاح ما اسجلهاش هدف، لا المطلوب ان انا ممكن اتحرك قليل واسجل اهداف. مزبوط. هتبقى بالظبط مساويه ان انا اتحرك كتير قوي واصنع وما اسجلش اهداف. صحيح. صحيح. طيب هنروح لفاصل، نرجع نكمل كلامنا مع نجومنا الكبار بعد الفاصل، ارجوكم انتظروا. طيب كابتن اسامه، لو قلنا رجل المباراه اليوم، بيرسي تاو. طبعا بيرسي تاو. لا طبعا، اصله وضوح، جاب جونين ومشارك في الجونين
وكان بيتحرك كتير قوي، يمكن اكتر واحد كان متحرك النهارده في فرقه النادي الاهلي. ونتمنى ان هو يبقى مركز كتير في احراز الاهداف لان هو بيتحرك كتير يصنع الفرق، لكن لما بيجيبش اهداف وهو بيتحرك كتير وبيضيع بيبقى درجته بتقل عند الجماهير، لان المهاجم تملي بالذات كمان المهاجم بيقاس جدا باحراز الاهداف. مزبوط. فهو النهارده طبعا رجل المباراه بوضوح لانه جايب جونين وعامل جونين. كابتن عادل رجل المباراه اللي بيرساو. كابتن بلال بيرساو اكيد هدفين واثنين اسيست وتحرك جيد جدا جدا جدا. والحقيقه هو تحركاته جيده في الماتشات اللي فاتت كمان، يعني هي مشكلته كلها في اضاعه الاهداف. فالنهارده لما بيسجل يعني فطبيعي تديله رقم واحد، لما ما بيسجلش مش هتديله، واحنا كمان مش هنديله. ايوه كابتن علاء هو بيرساو اكيد. وانا مع الكباتن برضو صوتي زيهم بالظبط، بيرساو هو رجل مباراه اليوم. هنروح لفاصل ونرجع بعد الفاصل نستقبل خبيرنا التحكيمي المتميز دائما كابتن ناصر عباس والحديث عن الحالات التحكيميه. ارجوكم انتظرونا. نرحب بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، ونرحب بخبيرنا التحكيمي المتميز دائما كابتن ناصر عباس. كابتن ناصر اهلا وسهلا. تحياتي لك كابتن ايمن، وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان. تحياتي لنجوم الكبار كابتن علاء ميهوب، كابتن اسامه عرابي، وكابتن علي عبد الرحمن، وكابتن احمد. بدايه طبعا مبروك للنادي الاهلي طبعا على الفوز المستحق وعلى الاداء وعلى النتيجه على كل حاجه كابتن النهارده. اللي النهارده يعني قدم مباراه نموذجيه في كل شيء، في الاداء، في الاهداف كمان. النهارده كمان الجمهور يا كابتن علاء مهم جدا جدا النهارده، جمهور هايل جدا يا كابتن ايمن. شوف الجمهور من الدقيقه الاولى لحد الدقيقه 93 صحيح متواجد، وده اللي احنا دايما بنقول عليه ان الجمهور فعلا رقم واحد. حظ اوفر طبعا وهارد لك لنادي وفاق ستيف. هنروح لطاقم التحكيم اللي هو بملك الحكم الاثيوبي، وكان معايا النهارده كابتن، ده اللي يهمني مين على تقنيه الفار. كان جانيس كازوي الحكم الزامبي النهارده اللي كان موجود على تقنيه الفار. وقلنا دايما يا كابتن بلال كابتن علاء ان الفار مهم جدا في هذه المباراه. ليه؟ لو النهارده الفار مش موجود، الفار بيحقق العداله التحكيميه الى حد كبير. يعني النهارده الفار لو مش موجود النهارده كان هناك اكثر من قرار كان من الممكن النهارده يؤثروا في نتيجه المباراه. صح. هروح لبملك ونتكلم على الشخصيه التحكيميه كابتن احمد. احنا قلنا دايما اللاعب ليه شخصيه تحكيميه، الحكم ايضا هو ليه شخصيه تحكيميه. والشخصيه التحكيميه بالنسبه للحكم هي احد اهم العناصر اللي يجب ان هي تكون موجوده، ودي بتبقى موهبه من عند ربنا لحكم المباراه. طبعا هو النهارده في حاله كابتن ايمن للاسف الشديد في الدقيقه 32 عندما قام بطرد كراوي اللي هو اللاعب اللي هو استخدم قوه زايده مع حسين الشحات، هنا في لاعب دفع. صح. ودفع هنا بنتكلم لما اللاعب يدفع الحكم كابتن احمد على الاقل، حتى بقول مش هقول تديله كارت احمر، انذار على الاقل، انذار. صح. حتى وانت في اصعب الاوقات وانت مضغوط وبتدي بطاقه حمراء ما ينفع ابدا او من غير مقبول ان النهارده عادل يجي لاعب يدفعك بظهرك وتسيبه حتى ما حذرتوش. طب ممكن اسال حضرتك سؤال يا كابتن في النقطه ديت؟ اتفضل. نفترض ان هو في زحمه القرار وفي زحمه اللعيبه ما خدش باله، هل حد من بره لازم ينبهه؟ لابد النهارده كابتن، ما انت معاك طاقم تحكيم بالكامل سواء كان في الفيلد او في الفار. يعني ممكن الفار ينبهه في النقطه دي؟ ده سلوك يا كابتن، ده سلوك من اللاعب. ايوه. انا ماليش علاقه، انا بشهر البطاقه الحمراء وانا عندي قرار صحيح بالبطاقه الحمراء، ولكن زي ما قلت شخصيه الحكم لا يجب ابدا ان تتهاون في حق نفسك في هذه الحاله اللي انا بتكلم فيها. الحاجه الثانيه طبعا انا بتكلم بشكل عام الاول وهنجيب الحالات ونحللها بالتفاصيل. القرارات كمان العكسيه كانت النهارده اللي كانت موجوده، على الرغم ان المباراه سهله كابتن، سهله جدا تحكيميا وتسهلت اكتر في الدقيقه 32 يعني في حاله الطرد، المباراه سهلت على الحكم. ولكن انا النهارده هو محيرني، يعني بملك النهارده كابتن عادل محيرني جدا جدا، وبرضك هنشوف الخطا اللي حسبه على حمدي فتحي. غريب هنا خطا عكسي. صح. وده الانذار يعني. عموما بنقول ان هو بشكل عام القرارات طبعا ما اثرتش، والنادي الاهلي النهارده تفوق. وزي ما قلنا النادي الاهلي دايما لما بيتفوق وبيحرز وبيسجل بيحرج اي حكم كابتن احمد. صحيح. خلاص. مظبوط. نشوف الحاله الاولى معانا اللي موجوده. طبعا هنا حاله من الحالات المهمه، المساعد هنا كابتن اشار بالهدف. بالهدف صحيح. انت معايا كابتن احمد؟ وده دور الفار.
يعني هو المساعد دي لعبه على فكره لو معانا الماتيريال هي لعبه مركبه اتعملت الاول اوفر كان الكل سليم يعني هنا لو اتعملت مره واحده وراحت لي طاهر كان موقوفه سليم في البدايه ولكن الموقف ده الثاني ده الموقف الثاني ده كابتن احمد لاحظت هنا اللمس كان هنا طاهر في موقف تسلل هو انا هنا المساعد للاسف ما ربطش كابتن عادل مظبوط التركيز كان قليل هو المساعد راح للعبه من الاول وبعدين في اللعبه ديت هو ما ربطش وبالتالي هنا سمح باستمرار اللعب وكان هدف ولكن الفار طبعا موجوده هنا التسلل موجود وبالتالي انا بشيد بقرار الفار اللي كان موجود جاني استيكازو والفيس اللي هو الكاميروني وكان موجودين على تقنيه الفار دي الحاله الاولى الحاله الثانيه شوف ايضا هنا الفار السؤال هنا ماذا لو الحكم المساعد هنا رفع تسلل كابتن احمد والفار مش موجود كارثه ومصيبه هدف بيتم ولكن برضك ايضا هنا الفار قدر يحدد ان هنا بيرسي طبعا اللاعب هناك مغطي بالقدم اليمنى وبالتالي هنا مفيش تسلل والهدف كان هدف صحيح لصالح بيرسي ده وهنا بنقول الفار لابد ان هو يتواجد في هذه المباريات الحاله الثالثه هنا بقى التفاصيل وقلنا دايما والامانه صعب ان اي حكم كابتن احمد في الملعب تشوف الاستاذ راح فين انت يا دوبك بتاخد القرار الفني وبتحسب وبتدي البطاقه وهنا دور الفار يعني شوف انا عمال اتكلم على الفار يا كابتن شوف كم قرار يا كابتن عادل كابتن ايمن صح. هنا كان دور الفار جاني استيكازو وانا من اللحظه الاولى انا قلت بطاقه حمراء ليه القانون دايما واضح جدا جدا للستارز لما بيروح في هذه المنطقه اللي في الانكل وما بقاش في حتى جزء كمان على الارض يا كابتن عادل يعني عارف لو اللاعب ده نزل تحت شويه بالقدم او بالستارز على القدم من تحت ممكن تقول البطاقه تنزل من حمراء لصفر ولكن الستارز رايح كله فوق وبالتالي هنا الحكم لم يشاهد التفاصيل وهنا الفار ايضا كان دوره ايجابي باستدعاء الحكم وهو طبعا ما فيش فصال انت هتروح دي معيارها معروف البطاقه الحمراء وبالفعل هنا بطاقه حمراء مستحقه للاعب وفاق ستيف والحمد لله بنقول ايه مثل هذه الالعاب احيانا بتعمل مشاكل يعني هنا لو الرجل هنا والستارز واسلوب الدخول يا كابتن عادل ممكن يحصل اصابه هنا اصابه جسيمه ولكن الحمد لله ان حسين الشحات لنا في هذه الحاله قام وكمل ولعب الحاله اللي جايه ده اللي بنتكلم فيه هنا الايد طبعا هنا الصوره ثابته ولكن في الصوره متحركه اللاعب هنا زق الحكم وده اللي انا بقوله شخصيه الحكم ما يجب ابدا ان اللاعب يدفعك وزي ما قلت حتى لو انت جبته على جنب وحذرته تبقى خدت قرار انما انت ولا حذرت ولا اديت البطاقه الصفراء ولا اي حاجه ولكن دي شخصيه الحكم نتمنى ان هذا الموقف ما يشوفهوش في مباراه من المباريات القادمه سواء كان في افريقيا او عندنا في الدوري المحلي. اللعبه ديت لو عندنا في الدوري المصري وحصلت تبقى كارثه. طبعا. مشكله. نروح للحاله اعتقد الحاله الاخيره وانا لو قلت لا لسه هنا احنا قلنا متى يكون اللاعب في موقف تسلل ومتى يعاقب ودي مهمه جدا عندما يكون اقرب الى خط المرمى من الخصم من كل من حاجتين والخصم من اخر ثاني ملابس بالظبط ومن الكوره كابتن عادل من ايه؟ مظبوط يكون اقرب الى خط مرمى المنافس من اثنين يا اخر ثاني مدافع يا الكره بالظبط هنا طبعا الكل من المنافسين كلهم خارجين بره ولكن هنا العبره بايه يا كابتن علاء؟ الكوره مين اللي سابق؟ الكره هي كرة طبعا اللي سابقه وبالتالي هنا مفيش تسلل والهدف هدف سليم سعد الثاني النهارده كان مركز وكان عنده تركيز كويس جدا وربط كويس قوي على الكره اللي هي اقرب لخط مرمى المنافس هدف طبعا صحيح ليه بستة دي الحاله اللي احنا بنتكلم فيها هو بيميل بجسمه هو ما شافش صح هو ما شافش المخالفه وبالتالي عندما لا ترى المخالفه على الاقل احسبها وانتظر كنترول من الفار يعني هنا انت استعجلت في الازار قوي ولكن شوف هنا حمدي نجح في لعب الكره تماما هل هنا كابتن الفار يعني يتدخل في حاجه في زي كده ما هو الفار بيتدخل لما يكون في كارت احمر بالظبط تمام فالنهارده هل الفار ممكن يتدخل في لعبه زي دي خلي بالك لو الاستاذ يعني دوت دلوقتي انذار غير مستحق على حمدي فتحي تمام هل ممكن الفار يتدخل لالغاء الانذار لا انذار لا الفار لا يتدخل في الانذار يا كابتن احنا قلنا الفار بيتدخل في هدف او مش هدف بطاقه حمراء مباشره وليس الانذار الثاني الفار بيتدخل في الهويه الخاطئه لو انا مثلا رحت لعادل وقت مديله كارت احمر ومش عادل اللي ارتكب المخالفه يقول لي لا ده علاء اللي ارتكب بس ده انذار غير مستحق يا كابتن خالص الانذار لا تدخل الفار في الانذارات او في الاخطاء اللي هي خارج الصندوق هل ممكن
يعني النادي الاهلي يعني يعمل احتجاج فيشيله الانذار. لا هو ده خطا من الاخطاء اللي هي التقديريه لحكم المباراه. هو ممكن يقول الحكم كان هناك في مهاجمه. الانذار مش فاول. بس يا كابتن هو ممكن يبرر بان دي مهاجمه وتاكلنج من بعيد. اه هو نجح في الكره ولكن طريقه الدخول من اللاعب كانت فيها خطوره على هذا انت معايا؟ ولكن احنا بنتكلم على الصوره الموجوده هنا. على الاقل كان ممكن يحسب المخالفه بس والكنترول يجي من الفار. ممكن يقول له كنترول انذار للاعب اللي هو المنافس او يقول انذار على حمدي فتحي. بشكل عام بنقول ان انا زي ما قلت الشخصيه التحكيميه النهارده اعتقد هو تهاون في حق نفسه. قرارات عكسيه كتير. انا جبت فاول بس ولكن هناك فاول على خط ال 18 الناحيه الثانيه عكسيه عند محمد هاني ودي حاجات ممكن يجي منها اهداف فاولات ما بتجيش صح وهو يمكن كان الخطا بيحسبه عكس والعكس كان بيحسبه فاول واحيانا المباراه بتبقى ما فيش فيها خطا وهو بيصفر عليها. ولكن بشكل عام قلنا النادي الاهلي دايما كابتن بلال او اي فريق لما بتلعب وبتؤدي وبتسجل بتحرق اي حاجه خلاص. وده النادي الاهلي النهارده عمله. طبعا مبروك للنادي الاهلي وان شاء الله ان شاء الله مبروك ان شاء الله في المباراه اللي جايه ويصعد. ولكن هنقف نقطه مهمه جدا جدا ان شاء الله النادي الاهلي يعدي في المباراه الجايه ويصعد. احنا بنتكلم على حكم مباراه النهائي صحيح وده كل الناس بتفكر فيه على فكره كابتن وهو ده المفروض النهارده من الوقت اتحاد افريقيا النهارده يفكر كويس قوي محتاجين حكم جامد حكم عنده شخصيه قويه عنده فنيات كويسه جدا عاوزين حتى كمان الفار لابد ان يكون ناس ما بتخافش ليه كابتن احنا بنتكلم النهارده النادي الاهلي دايما لما يكون في تحكيم عادل وكويس ما عندناش مشكله. المباراه اللي جايه عندنا مشكله فيها ان يمكن افضل اربع حكام كابتن اسامه مش موجودين يعني على الورق مش موجودين. نتكلم في رضوان جيد حكم من افضل حكام القاره مش هيقدر طبعا يلعب لان المغرب الوداد يعني ده الوداد لو كسب الا اذا بقى الوداد خرج هنبقى ممكن يبقى في كلام تاني. عندنا رضوان جيد اوت عندنا كمان النهارده بملك اللي لعب النهارده عندنا فيكتور جوميز للاسف من افضل الحكام بيلعب في قبل النهائي مصطفى غربال ايضا من الحكام كويسين جدا مش موجود. اذا ما عندناش غير يمكن ثلاث حكام اللي ممكن حد منهم يلعب النهائي اللي هو ماجيت النضاي السنغالي وده يمكن الاقرب للمباراه النهائيه او جان جاك اللي هو الحكم الكونغولي او الحكم باسفيك اللي هو الحكم اللي هو الشاب الصاعد ده. ولكن بقول ان ماجيتي ممكن يكون هو ليه حظ في النهائي. اتمنى ان التحكيم في هذه المباراه لان دي مباراه واحده كابتن ايمن مهمه جدا تحدد مصير بطوله كبيره جدا اتمنى ان النادي الاهلي ايضا ياخد الثالثه في هذه المباراه باذن الله ونبارك له على الثالثه. ويمكن دي كانت اخر الحالات اللي كانت معانا والف مبروك للنادي الاهلي. نشكرك شكرا جزيلا خبيرنا التحكيمي المتميز دايما كابتن نصر عباس امتعتنا يا كابتن. شكرا كابتن ايمن. وبنتهي الفقره التحكيميه اعزائي المشاهدين بنصل لنهايه الاستوديو التحليلي لمباراه الاهلي ووفاق سطيف الجزائري في ذهاب الدور نصف النهائي للاهلي 4-0 عن جداره واستحقاق. الف مبروك للنادي الاهلي وبالتوفيق للمباراه القادمه ان شاء الله. بشكر نجومنا الكبار اللي شرفونا النهارده وامتعونا كابتن علاء ميهوب الف شكر كابتن امتعتنا. شكرك يا ايمن والف مبروك للنادي الاهلي وجماهيره ومجلس ادارته. خلصنا الشوط الحمد لله النهارده ان شاء الله الاسبوع الجاي نخلص الشوط الثاني ونتأهل النهائي عن جداره واستحقاق ان شاء الله باذن الله رب العالمين. كابتن احمد بلال الف شكر كابتن امتعتنا. ربنا يخليك كابتن مبروك النادي الاهلي ان شاء الله وعقبال النهائي باذن الله تعالى ان شاء الله باذن الله ونفرح بالكاس الثالثه على التوالي باذن الله رب العالمين. كابتن اسامه عربي الف شكر كابتن امتعتنا. الله يخليك مبروك يا ايمن على الاداء والنتيجه وان شاء الله نواصل كده لغايه لما نحصل على البطوله ال 11 ان شاء الله. ان شاء الله. كابتن عادل عبد الرحمن الف شكر كابتن امتعتنا. وعاوز اقول ان احنا بنترحم على شهداء مصر صحيح الله يرحمهم الله عنهم. وشكرا لكم ايضا اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه وعلى امل ان نلتقي بكم مره اخرى واستوديو تحليلي اخر لكم مني اطيب المنى وارق التحيات.